صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاسمين. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك أن مصر أحرزت تقدم كبير جدا في ملف الزراعة، وعلى وجه الخصوص قطعت أشواط كبيرة جدا في منظومة زراعة القمح. اعتمدنا على أصناف جديدة في الزراعة، أصناف عالية الإنتاجية، وده مهم جدا، زي أصناف سخا 95، جيزة 171، مصر 3 ومصر 1، واللي بيتم زراعة الأصناف دي والتوسع فيها في المشروعات الزراعية الجديدة الموجودة في الدلتا الجديدة، في توشكا، في الوادي الجديد، كمان في الفرافرة، واللي بتؤكد بكل تأكيد أن الدولة شغالة في هذا الملف وهتوفر كميات كبيرة من المياه المستخدمة في ري هذه الأراضي واللي بيتم الاعتماد عليها في المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة وأيضا المحاصيل الزيتية. يعني ده غير كمان الخير اللي طالع من أراضينا في الوادي والدلتا وحصاد محصول القمح اللي قرب على الانتهاء، واللي معظم أهلينا فعلا وردوا القمح للصوامع، واللي سجلت وفرة كبيرة جدا وصلت معدلات التوريد ل 3 مليون طن وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بارتفاع نسب التوريد المحلي بمواقع الاستلام ل 2 مليون و 900 ألف طن حتى الآن، من المستهدف المقدر ب 3 مليون و 500 ألف طن، خصوصا بعد ما جهزت الدولة 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وهناجر، وده لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب ل 2000 جنيه. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، ملف الزراعة من الملفات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الاهتمام بيها بشكل كبير جدا، وده اللي دفع الرئيس يكون حريص على إعادة إحياء مشروع توشكا الزراعي بعد ما سبق وطالته يد الإهمال، عشان يكون واحد من أهم المشروعات اللي تم تنفيذها في الصعيد. كمان مشروع مستقبل مصر، واللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات الزراعية التنموية المتكاملة، واللي ساهمت بشكل كبير في توفير إنتاجية القمح خلال الفترة اللي فاتت. ما فيش شك أن مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية في أغلب المدن والمحافظات ساهمت بشكل كبير جدا في وفرة وتوفير القمح اللي هو محصول استراتيجي، وإحنا كمواطنين بنعتمد عليه اعتماد كبير جدا. استخدمنا نظم جديدة ومبتكرة في الزراعة، أنشأنا الصوامع الجديدة، إحنا مشينا على خطى ثابتة وقوية عشان نبني ونعمر بلدنا. مرة تانية بنرحب بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لمحمد عبده ونتعرف منه على آخر أخبار الطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير عليك بسنت. صباح الخير شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة أحوال الطقس. لسه انخفاض درجات الحرارة مكمل معانا النهاردة، وقيم الانخفاض اللي نوهت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية هتكون ما بين 3 ل5 درجات على بعض المحافظات والمدن. الطقس هيكون حار في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط كمان لرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال اليوم. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 40، وأقل درجة حرارة هتكون في مدينة العالمين الجديدة 27 درجة. جولتنا عن الطقس لسه مخلصتش، هنتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر بعد شوية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن،
تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة في القطاع. وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. كمان بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز. واتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع ملخص لأبرز الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات. كمان الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. وزارة الداخلية وزعت المساعدات على السيدات المعيلات في جنوب سيناء. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد أحد الأنشطة التدريبية اللي بتنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة، وأظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والاستعداد القتالي والقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة. امبارح وفي إطار نشر الوعي الثقافي والوطني، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي بنها والفيوم لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات اللي بتواجه الشباب والدور اللي بتقوم بيه الدولة في مختلف القطاعات. خلال الندوتين قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم بحضور محافظي القليوبية والفيوم، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصري العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. امبارح واستمراراً لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني اللي بتقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقاً لمسؤولياتها الاجتماعية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. تأتي الزيارة انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودعماً للجهود اللي بتبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية اللي بتقدم خدماتها لأبناء الشعب المصري. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، واطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة جنوب سيناء لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. امبارح التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024. شهد اللقاء متابعة المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ ضمن برنامج نوفي اللي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر. هنبدا مع حضراتكم اخبار المحافظات واللي فيه مجموعه كبيره من الاخبار والاحداث حصلت في محافظات مصر امبارح. تخصيص 10,000 متر لانشاء مستشفى لعلاج الحروق بسوهاج، وايضا افتتاح حديقه المنزله العامه بتكلفه تقترب من 2 مليون جنيه في محافظه الدقهليه. كمان معانا مطار مرسى علم الدولي استقبل او هيستقبل 144 رحله طيران اوروبيه خلال اسبوع، وتم فحص 1153 مريض في قوافل جامعه المنوفيه، واخبار تانية كتير في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن جامعة سوهاج أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتخصيص مساحة 10,000 متر لتكون تابعة لمستشفيات سوهاج الجامعية لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة، وده ضمن بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. محافظة الدقهلية افتتحت حديقة المنزلة العامة بعد إعادة تطويرها على مساحة 2000 متر بتكلفة 2 مليون جنيه تقريباً. بتضم الحديقة قاعة مفتوحة للأفراح والمناسبات، وتم وضع خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وتوفير متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل 144 رحلة طيران دولية أوروبية بتصل للمطار من أكثر من 12 دولة حول العالم، وبيتم تسهيل الإجراءات للسياح ونقلهم للفنادق ليستمتعوا بشواطئ البحر الأحمر. جامعة المنوفية أطلقت قافلتين طبيتين لقريتي شرانيس بمركز أويسنا ومانيا الجويدة بمركز أشمون بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ومحافظة المنوفية، وضمت القافلة الطبية جميع التخصصات وتم فحص ما يقرب من 1153 مريض. مركز كفر الدوار ومركز أبو حمص في محافظة البحيرة شهدوا افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة إجمالية 4,500,000 جنيه في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف والجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية. محافظة دمياط أعلنت انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، وتم وصول الكمية الموردة ل 30,885 طن بالشون وسط انتظام منظومة التوريد والتخزين ومتابعة العمل. مدينة سان كاترين استقبلت عدد من السائحين والزائرين المصريين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية ومشروع التجلي الأعظم اللي هيحول مدينة سان كاترين لأهم المدن في السياحة الدينية على مستوى العالم، واستقبلت المدينة 337 سائح من مختلف الجنسيات من بينهم 18 زائر من المصريين، وذلك لتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر. مشاهدينا نروح دلوقتي لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. نجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية وجولة مفصلة موسعة عن حالة الطقس. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن درجات الحرارة هتستمر في الانخفاض على بعض المدن والمحافظات، علشان كده الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية. كمان هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على محافظات الشمال، مائل للحرارة على الجنوب. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ونقول لها صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. ملاحظين كده بقى لنا كام يوم درجات الحرارة بدأت تنخفض، بنحس كده ببرد شوية بالليل، هل ده مكمل معانا الأيام اللي جاية ولا إيه؟ طبعا هو احنا اليوم في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره، يمكن احنا بدانا من امس انخفاض قيم درجات الحراره في معظم محافظات شمال البلاد، وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بعد ما كنا الاسبوع الماضي كله بنتاثر بالكتل الهوائيه الجنوبيه وشفنا موجه استثنائيه من موجات الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره، لان الموجه دي كانت طويله بالشكل الكبير اثرت علينا بشكل كبير في احساسنا بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، لكن من الامس واليوم بدات الكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط تاثر علينا، ويمكن اليوم كمان هتاثر على كافه محافظات الجمهوريه، الكتل دي معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، كمان استمرار تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة بتحجب جزء من أشعة الشمس فتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تسجل 33 درجة مئوية، ويمكن ده بانخفاض حوالي 6 درجات عن الأيام اللي كان فيها ارتفاعات. طقس النهاردة هيكون طقس الربيعي المعتاد في الوقت ده من السنة اللي هو الطقس الحار فترة النهار،
على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد. طقس مائل للحرارة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. طقس شديد الحرارة رغم انخفاض قيم درجات الحرارة في محافظات الصعيد، لكن هيظل الإحساس به شديد الحرارة لكن أقل حدة طبعا من الأيام الماضية، وده كمان بيكون في فترة النهار وتحديدا في وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. كمان فترة الليل ده هيستمر معنا لحد قد إيه يا دكتورة المنار؟ يعني الانخفاض ما بين 3 ل 5 درجات ده هيكون معنا كم يوم الفترة اللي جاية؟ هو الانخفاض هيكون معنا النهاردة، لأن احنا متوقع بكرة الحد والاثنين هيكون عندنا ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة. يعني احنا بكرة الحد والاثنين هيفي ارتفاع تاني في قيم درجات الحرارة، لكن دي ارتفاعات سريعة، يعني سرعان ما تنخفض قيم درجات الحرارة يوم الثلاث ان شاء الله، فمش هنحس بالارتفاعات دي لأنها مش طويلة. يعني ان شاء الله بكرة متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع يوم الاثنين ما بين 38 ل 40 درجة مئوية، وسرعان ما هتنخفض يوم الثلاث وترجع تاني 33 درجة مئوية. فاحنا بس هو على مدار هذا الاسبوع كله قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ما عدا يوم الحد والاثنين هتكون اعلى من المعدلات، وده بسبب ان الكتل الهوائية الصحراوية هتأثر علينا بشكل سريع، ومنخفض جوي موجود في الصحراء الغربية. لكن لسه فترة الليل فيها انخفاض، يعني احنا لسه كمان مكملين فترة الليل هنحس فيها بالانخفاض، لان احنا في الاسبوع الماضي فترات الليل كانت قيم درجات الحرارة الصغرى مرتفعة بشكل كبير، كانت قيم درجات حرارة بتسجل 28 و29 درجة مئوية، لكن احنا فترة الليل يعني اجواءها معتدلة واجواء لطيفة تماما فترات الليل، خاصة كمان ان هيكون في استمرار لنشاط لرياح في كافة محافظات الجمهورية. سرعات رياح بتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعة. دايما وجود نشاط لرياح مؤثر ومحسوس فترات المساء ساعات الليل ده يساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، احساسنا بالاجواء اللطيفة تماما خلال فترات الليل، وده في معظم محافظات الجمهورية، خاصة هنلاقيها في المدن الجديدة الاماكن صحيح. المفتوحة او المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. بنأكد تاني ان بكرة الحد والاثنين ارتفاعات سريعة ومؤقتة في قيم درجات الحرارة مش هتطول معانا، ومن الثلاث حتى نهاية الاسبوع قيم درجات حرارة ما بين 33 و32 درجة مئوية. بس يعني المعدلات دي يا دكتور منار معدلات كويسة، يعني احنا بنتكلم احنا من فترة كده شهدنا موجة حارة جدا وكان في ارتفاع لدرجات الحرارة، الناس بتسأل هل ده ممكن يرجع تاني؟ خلاص احنا يعني على أبواب فصل الصيف، هل ده ممكن يرجع بقوة ونشوف ارتفاع لمعدلات درجة الحرارة الفترة اللي جاية بعد الأيام اللي جاية؟ هو طبيعي جدا، احنا طبيعي في الفترة اللي جاية كلها، يعني الشهر اللي بقينا في فصل الربيع وكمان على مدار فصل الصيف، ان احنا نشوف موجات ارتفاع في قيم درجات الحرارة او موجات شديدة الحرارة، ما ده لازم هيحصل في فصل الصيف ولازم هيتكرر خلال يعني الأشهر القادمة بإذن الله. احنا طبيعي ان احنا نكون حول المعدلات، لكن برضه في بعض الايام لازم هنشهد فيها موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره، بس احنا بدانا نعتاد مثلا في السنوات الاخيره ان موجات ارتفاع قيم درجات الحراره بقت موجات طويله. احنا كنا الاول متعودين دايما على الموجات القصيره اللي هي بتبقى مدتها يوم 2-3 بالكثير، ثم بتعوق قيم درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه اللي هي بتبقى في اوائل الثلاثينات وبتبقى الاجواء الحاره فتره النهار. لكن احنا بدانا نشوف زي الموجه اللي فاتت ويمكن شفناها كمان في الاعوام الماضيه صحيح. الموجات بقت طويله بشكل كبير، بقت تتجاوز الاسبوع صحيح. بدا يحصل التحام في الموجات ارتفاع قيم درجات الحراره، ده الامر ده مش طبيعي مش متعودين عليه، يمكن سبب التغيرات المناخيه بدات تاثر، احنا بنشوف التحام للموجات او طول الموجات، وده بيخلي المواطن يحس اكتر بقيم درجات الحراره المرتفعه. يعني عشان احنا بكره عندنا ارتفاعات سريعه الحد والاثنين في قيم درجات الحراره، ده مش هنحس بيه لانها ارتفاعات سريعه ومؤقته في قيم درجات الحراره. لكن زي الاسبوع اللي فات كانت الموجه طويله بشكل كبير المواطن حس بيها. خاصه كمان ناكد ان احنا لما بتدريجيا لما بنبدا في شهر 6 وبندخل اكتر في فصل الصيف بتبدا نسب الرطوبه ترتفع في الجو. احنا فصل الربيع بنسجل قيم درجات حراره القيم نفسها اعلى من فصل الصيف، لكن دايما عارفين ان الصيف هو فصل ارتفاع في الحراره بسبب ارتفاع نسب الرطوبه اللي بيبقى مش موجود معانا في فصل الربيع وموجود معانا في فصل الصيف، دايما ارتفاع نسب الرطوبه يخلينا نحس بقيم درجات حراره محسوسه اعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها في النشره. يعني احنا حتى دايما بناكد ان قيمه درجه الحراره اللي احنا بنقولها في النشره هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل اللي المواطن بيحسها اكيد بتبقى اعلى من القيم دي،
فعشان كده احنا دايما بننوه بنقول شويه احتياطات معانا في فصل الصيف او في الاجواء اللي بتبقى اقرب للاجواء الصيفيه لازم ناخد بالنا منها بشكل كبير عشان ما نحسش بارتفاع قيم درجات الحراره. وزي ما حضرتك قلت كمان ارتفاع معدلات الرطوبه، وده بنشوفه كمان في مدن ساحليه كتير، يعني في اسكندريه او غيرها من المدن الساحليه بيبقى في ارتفاع لمعدلات الرطوبه على ما اعتقد كمان الفتره اللي جايه. طبعا المدن الساحليه بسبب قربها طبعا من البحر المتوسط ويمكن كمان البحر الاحمر، بس البحر المتوسط المدن الساحليه المطله عليه بتبقى نسب رطوبه اعلى، طبعا هي بتبقى اعلى نسب رطوبه، وكل ما تقدمت للمحافظات الداخليه مرورا طبعا بالقاهره نسب الرطوبه بتبدا تقل، حتى لما بوصل لمحافظات الجنوب بلاقي نسب الرطوبه فيها منخفضه بشكل كبير، وده من رحمه ربنا لان احنا عندنا قيم درجات الحراره الاعلى بتبقى في محافظات الصعيد. صحيح. نسب الرطوبه فيها بتبقى اقل، لكن المحافظات الساحليه بلاقي فيها قيم درجات الحراره فيها مش مرتفعه زي المحافظات الجنوبيه، لكن نسب الرطوبه فيها احيانا في فصل الصيف بتتجاوز ال 50% فتره النهار وال 88 وبتوصل ل 95% فترات الليل. أيوة. فنسب الرطوبه طبعا في الاماكن الساحليه بتبقى مرتفعه، وده عنصر مهم جدا في احساسنا بقيم درجات الحراره. عشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا في الفتره اللي جايه اذا كان في ارتفاع او انخفاض او حتى حول المعدلات بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر خلال فترات الظهيره، خاصه من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 4 أو 5 العصر، لأن شدة الإشعاع الشمس بتبقى عالية بشكل كبير. بتبقى مباشرة. بالظبط، وبتبقى عالية كمان، لو اضطريت أبقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء للرأس الشمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس بشكل مباشر، لازم أتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلاص على مدار الأيام اللي جاية كلها، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم. كمان نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه وتتفادى فتحه اللون، بالاضافه كمان اتواجد في اماكن جيده في التهويه، ده بيخليني احس بنسب رطوبه اقل، وطبعا ما ننساش المتابعه الجيده للنشرات الجويه لان دايما بيحصل تغير في التنبؤات الجويه، في اي وقت وارد جدا يحصل تغير في قيم درجات الحراره. هل فعلا دكتوره منار الصيف ده هنشهد يعني اكثر صيف هيشهد ارتفاع لمعدلات درجه الحراره من سنين طويله جدا، صيف 24 زي ما بعض خبراء البيئه بيقولوا؟ لا طبعا، لان احنا لسه الى الان التقارير المناخيه لفصل الصيف ما طلعتش، واول طبعا ما تطلع احنا هنعلنها لحضراتكم، خاصه ان احنا مش بنربط الفصول ببعضها، دايما الفصول بتبقى منفصله عن بعضها. صحيح. احنا في فصل الربيع خلال هذا العام قيم درجات الحراره كانت اقل من مواسم قبل كده، احنا الاعوام الماضيه كنا في فصل الربيع بنسجل قيم درجات حراره تجاوزت ال 45 عظمى على القاهره الكبرى، لكن كانت الموجات قصيره زي ما كنا بنقول، فبالتالي احنا مش بنقول ان عشان فصل الربيع كان في ارتفاع في الحراره ففصل الصيف هيجي مرتفع، بالعكس احنا فصل الربيع الى الان قيم درجات الحراره اللي احنا سجلناها اقل من بعض الاعوام الماضيه، فبالتالي فصل الصيف ممكن يكون قريب الشبه للاعوام الماضيه، مش لازم يكون العام الماضي، لكن الاكيد اللي في فصل الصيف هيحصل ان احنا هنلاحظ الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه، اكيد فصل الصيف وده طبيعه فصل الصيف ان احنا نشهد فيه موجات شديده الحراره، يعني غير المعدلات الطبيعيه اللي احنا بنشهدها في فصل الصيف، ده طبيعي ان احنا نشهده كمان في فصل الصيف باذن الله. نشكرك دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في اغلب المدن والمحافظات المصريه، والبدايه هتكون من القاهره، القاهره العظمى فيها النهارده 33 والصغرى بتسجل 21، العاصمه الاداريه العظمى 33 والصغرى 22، نروح لمحافظه الاسكندريه العظمى هتكون 27 والصغرى 19، العلمين الجديده العظمى 27 والصغرى 19، مطروح العظمى 27 والصغرى 19، محافظة دمياط العظمى 28 والصغرى 21، بورسعيد بتسجل درجة الحرارة فيها العظمى 28 والصغرى 22، أما محافظة الإسماعيلية فالعظمى هتكون 34 والصغرى 21. نروح مع حضراتكم للسويس، السويس العظمى فيها هتكون النهارده 33 الصغرى 22، العريش العظمى 28 والصغرى 19، سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 12، طابة العظمى 30 والصغرى 26. في الجنوب حلايب العظمى هتكون درجة الحرارة فيها 32 في حلايب الصغرى 25، أما شلاتين العظمى 35 والصغرى هتكون 26، شرم الشيخ العظمى 36 ودرجة الحرارة الصغرى 25، أما الغردقة العظمى هتكون 36 والصغرى 25.
نروح سريعا مع حضراتكم لمحافظة الفيوم، العظمى هتكون 34 والصغرى 22، بني سويف 34 22، الوادي الجديد العظمى بتسجل 39 والصغرى 27، أسيوط العظمى 35 الصغرى 23. لسه في محافظات الصعيد، سوهاج درجة الحرارة فيها العظمى هتكون النهاردة 37 والصغرى 25، قنا العظمى 38 والصغرى 26، الأقصر العظمى هتكون فيها 39 والصغرى 27، أما أسوان فدرجة الحرارة العظمى فيها النهاردة هتكون 39 والصغرى 27. دي كانت جولة سريعة مفصلة مع حالة الطقس النهاردة. نرجع مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع بسنت الحسيني ومحمد شاذلي. إليكم. شكرا لك يا محمد. شكرا يا محمد. مشاهدينا خلونا نشوف دلوقتي الأخبار المقرر حدوثها إن شاء الله النهاردة ولا نستعرضها في خلال هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، مد ساعات التشغيل لساعة إضافية مع تقليل زمن التقاطر لأربع دقائق وثلاثين ثانية بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وقالت الشركة أنه هيتم العمل حتى الواحدة صباحاً ومرور قطار كل أربع دقائق وثلاثين ثانية للوصول في أسرع وقت. النهاردة والعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار جولة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 بالليل. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في تمام الساعة 5 عصراً. بقالنا كام يوم كده بنسمع أخبار بتتداولها الصحف والوكالات العالمية عن علماء روس أثاروا الجدل وابتكروا بروتين بديل للسكر. العلماء اللي وصلوا لهذا الابتكار أكدوا أنه قريب جدا هيتم طرح هذا المنتج في الأسواق وهيكون بديل آمن وصحي للسكر. بس يعني حاجة غريبة شوية أن البروتين يبقى بديل للسكر، إحنا عارفين أن بدائل السكر مختلفة شوية، ممكن تبقى بنجر، ممكن تبقى قصب، اي حاجه، بس يعني بديل السكر نفسه. خلينا نعرف بالظبط هنعمل ايه. هنعمل ايه في تجارب معمليه وتجربه فعلا اثبتت كفاءتها بشكل كبير، وهي ان احنا نبدل البروتين بالسكر. طب خلينا نفهم بقى الموضوع بالظبط عامل ازاي، ونحاول كده نفسره. البروتين ده عباره عن ايه، وايه مواصفاته، مذاقه هيكون عامل ازاي، هل هيكون زي السكر ولا لا؟ معانا دلوقتي عبر الهاتف دكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه بمعهد بحوث التكنولوجيا او تكنولوجيا الاغذيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيكي. صباح النور على حضراتكم، اهلا بحضراتكم وكل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. اهلا بيك يا فندم. يعني ايه موضوع البروتين اللي هيحل محل السكر ده يا دكتور؟ يعني ازاي؟ هو الخبر كان نازل على ماده بروتينيه اسمها الترازين. اوكي، الترازين ده احنا عايزين نعرف حاجه، ان هو دي ماده بتستخلص من فاكهه موجوده في افريقيا، زي بلاد موجوده في طبعا منها اللي هي الكاميرون وجمهوريه الجابون. واسمها فاكهه كيوبي، ما فاكهه اسمها كيوبي. تمام. طيب ايه القصه بتاعته؟ اولا هو موجود، حاجه مش جديده، ده موجود من التسعينات، او تم اكتشافه من سنه تقريبا حوالي 94 او الخمس سنين الاولانيين من التسعينات. طيب ده كان موجود وكان جميل جدا، وبيتكلم ان هو طبعا سريع الذوبان في الميه، وطعمه حلو زي السكر العادي، سعراته منخفضه، كويس طبعا لمرضى السكري، امن، حلاوته بتوصل لحوالي 800 مره قد السكر العادي، وكمان كان له خاصيه حلوه قوي ان هم ما كانوا بيضيفوه على الحاجات المحليات اللي ليها طعم مش مستساغ قوي، زي ايه؟ بمفهوم بسيط كده، الاستيفيا مثلا. احنا عندنا من ضمن مشاكل الاستيفيا او نبات الاستيفيا ان هو بيدي مراره في لما بنيجي بنحل بيه، فكانوا بيخلطوهم الاثنين مع بعض بحيث انهم يتغلبوا على المشاكل بتاعه الاستيفيا. دلوقتي طبعا هو ظهر او اتقال عليه ان هو هيتعمل الفتره دي، هو يعتبر مش اختراع لانه موجود في الابحاث زي ما قلنا من اول التسعينات، كان موجود وعندنا احنا كافريقيا. طيب انما ايه ليه تتكلموا دلوقتي عليه؟ علشان عندنا في مارس، من حوالي شهرين، 2 مارس 24، اخذ من موافقه من إدارة
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هو دوت يعتمد كسكر يكون موجود في الأسواق ويكون منتشر في أمريكا في الفترة القادمة. وحصل برضو كان في تقرير إبريل اللي فات اللي هو الشهر اللي فات بيتكلم برضو إن هو ده هيكون له مستقبل واعد وإن الناس هتبتدي إنها تستخدمه هيكون متداول في أمريكا. علشان كده جه بقى ابتدى اللي هم العلماء البرازيليين يبتدوا هم يتكلموا عليه وان هو هم روس ولا برازيليين يا دكتور؟ نعم الروس سوري العلماء الروس اللي هم ابتدوا يتكلموا عليه ان هو ده يعتبر امن. وابتدى لان كان في ابحاث قبل كده طبعا كانت البرازيل كانت اشتغلت عليه من فتره طويله. احنا كل شويه بيطلع ابحاث بقى يا دكتور يعني كنت عايزه اتكلم حضرتك الموضوع ده كل شويه يقولوا لنا اللبن امن لا مش امن، خلي الدسم لا لاكتوز فري لا ما فيش لبن خالص، السكر من البنجر لا من القصب لا ما فيش سكر خالص لا مش. يعني هل الابحاث اللي بتحصل دي كل شويه بيكون وكل شويه بنطلع بنتائج مختلفه؟ يعني احنا كمستهلكين بقى يعني نعمل ايه؟ كمستهلكين انا عايزه اشير للناس حاجه كويسه جدا، السكر اي حاجه ربنا خلقها دي تعتبر كحاجه مفيده لجسمنا بس بنستخدمها باعتدال. يعني السكر الابيض انا ضد الناس اللي بيقولوا هنمنع السكر الابيض، لا بناخدها بالنسب المسموح. حتى الناس اللي بتعمل دايت ليه؟ لان هو بيحافظ عندي على مستوى الحرق بتاع الجسم بتاعي تاني ثابت لما انا بدخل فيه سكريات كل يوم في الاكل بتاعي. لما انا باجي بقطع السكر لسه تيجي تقطع السكر وتقطع الكارب ده انا وزني ثابت ما بينزلش، ودي المشاكل على فكره بتحصل في الدايت. فانا عايزه اشير لنقطه ان احنا ما نقعش في الغلط اللي حصل لما جم ادوا اللي هي المحاليات الاصطناعيه قالوا دي امنه وابتدت انها تخش في المشروبات اللي في الاسواق والمشروبات الغازيه وطلعت موضه الناس تاخدها في الدايت وبعدين اكتشفنا انها الاستهلاك بتاعها ونسبه استخدامها بالافراط كانت مسرطنه. فبالتالي اي حاجه تنزل مش عايزين افراط فيها، بمعنى انا كمستهلك عادي احافظ ان انا اخد لي معلقتين ثلاثه في اليوم سكر اللي هي المعالق الصغيره دي بتاعتي. طب والله ده السكر المضاف، لاني اخلي بالي من حاجه ان كل حاجه باكلها اكلي كله اللي باخده طول اليوم ده موجود فيه السكر بيكون خافي مش ظاهر، انما في المضاف اللي انا بضيفه زياده على الاكل بتاعي فبخليهم نقول معلقتين او ثلاثه. طب انا بعد كده عايزه احلي حاجه زياده اخد معلقتين بقى بدايل من السكريات الثانيه زي عندنا زي الاستيفيا او سواء ده اللي نزل لحد ما اتعود على مذاق السكر القليل وان انا اتعود في اليوم كله على معلقتين سكر طيب صغيرين. واحنا بنتكلم بقى دكتور في النقطه دي مساله ان انا اتعود على مذاق السكر، هل ماده البرازين دي بتؤثر في مذاق الحاجه اللي هنحلي بيها مثلا الشاي؟ اي حاجه بتاثر في طعم الشاي هل لو استخدمناه هيغير طعم الشاي؟ لا، لان زي ما قلت لحضرتك في اول المداخله ان هما كانوا بيستخدموه كخلط مع الاستيفيا علشان يتغلب على المراره بتاعت الاستيفيا، فهو من ضمن خواصه ان هو له القدره على ازاله المذاقات الغير مستحبه في المحليات الاخرى او ممكن مثلا لو في مراره او حاجه فما بيغطي عليه. لكن طعم السكر بتاعه زي السكر العادي زي ما احنا بناخد المحليات الثانيه الصناعيه اللي ما بيكونلهاش ليها مراره او ليها اي مشاكل في الطعم بتاعها. بس طبعا بقول للناس ان احنا مش معنى كده يكون حاجات فري فيها، لا احنا هنتعود ان احنا ناخد معلقتين سكر عاديين في اليوم وممكن ناخد معلقه او اثنين سواء ستيفيا او من نبات الستيفيا او اي محلى اخر لحد ما نبتدي ان احنا ممكن نوصله كمان لمعلقه واحده، لان احنا ما نعرفش الحاجات عشان تبان اضرارها بتبقى بعد فترات طويله من الاستهلاك الادمي. وبخاف من افراط الناس في استخدامها ان هي تقول ده دي امنه فتاخد كميات كبيره ممكن انها في المستقبل او الجرعات الكبيره يكون ليها طبعا تاثيرات ضاره، لان احنا ما نقدرش نجزم ان انا جبت حضرتك كمان بتقولي ان تحليته بتصل ل يعني 800 مره اكتر 800 مره اكتر من الحاجات ده مش خطر؟ يعني انا فاهمه انه جاي من فاكهه وكل حاجه بس ده مش خطر؟ لا مش خطر، لانك انت حضرتك مثلا بتاخدي كميه صغيره جدا مثلا منها، لما تبقى هي 800 مره الحلاوه بدل ما انا كنت باخد معلقه مثلا هاخد ربع معلقه صغيره، باخد خمس معالق سكر. في ناس اللي بتحب السكر العالي هتاخد معلقه صغيره، الكميه بقى نفسها يعني مثلا الناس دي حاجه ما فيهاش سعرات وحلوه ده دي امنه. انا كدايت او كمريض سكر انا هعيش على السكر ده، انا هعمل حلويات ومشروبات وده سكر فري ما فيهوش
عنديش اي مشكله وهستخدمه. الكيميات نفسها اللي بتخش في جسمي هل بعد كده هيكون لها تاثير مصار من الكميات الكبيره ولا لا، ده بيبان من الاستهلاك الكميات الكبيره وعلى المدى الطويل. الناس كلها لازم تخلي بالها من اي من الافراط في اي حاجه، في السكر الطبيعي نفسه برغم ان هو طبعا يعتبر كويس بس الافراط بتاعه احنا عارفين ده. كل المواد اللي طالعه دي ان انا ابتدي ان انا اخد او البدائل اللي بنستخدمها للسكريات الافراط فيها هل ممكن يكون غلط على الكلى؟ هل ممكن ان هو على المدى البعيد بكميات كبيره ممكن يسبب كانسر؟ ده عمره ما هيبان في الابحاث بتاعه الفران اللي بتبتدي ان هي نديها جرعات صغيره ونشوف تاثيره عليها ايه او هو تاثيره مستام. تمام، يعني ترتيب حضرتك دلوقتي لاستخدامات الناس، السكر العادي بتاعنا، بعد كده البروتين، بعد كده لو لو هنستبدله يبقى بالبروتين الحلو برضو مع تقنين الكميات، ممكن معلقه او اتنين. واخر حاجه خالص سكر الدايت. السكر الدايت هو ده يعتبر سكر دايت، اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده يعتبر سكر دايت الترازن. فاحنا بنقول سواء هو او ستيفيا او اي نوع معلقتين اتنين، السكر الطبيعي معلقتين، التاني ما نزودش فيه عن معلقه او اتنين في اليوم اي بديل للسكر تاني غير السكر الطبيعي. طيب الناس اللي بتشرب العصائر بقى يا دكتور وبتاخد السكر بتاعها من اليوم يعني من العصائر، يعملوا ايه العصائر المفيدة، ايه العصائر اللي يبعدوا عنها، استخداماتها ما تبقاش كتيرة يعني بالذات في الحر اللي احنا فيه ده، الناس تحب تشرب حاجات ساقعة، ايه اللي صحي دلوقتي وندوس فيه ناكل فيه نشرب كتير منه او اللي هنبعد عنه شوية؟ اوكي احنا طبعا بنقول دلوقتي حضرتك قلتي حاجه لطيفه جدا، السكر من الفاكهه، في طبعا سكر الفركتوز الموجود في الفاكهه، فاحنا دايما بنقول الناس اللي بتشرب عصير طبيعيه يا ريت كمان ما تحطوش فيها سكر. تمام. طيب احنا دلوقتي برضو عايزين نحذر من حاجه، ان الفركتوز سكر الفركتوز الافراط فيه او تناول الفاكهه الكتير غلط عشان بيرفع كوليسترول الدم وبيسبب دهون على الكبد، لان الفركتوز الجسم مش بيتخلص منه يعني مش بيقدر ان هو يتخلص منه زي السكر العادي السكروز ان هو يحول يعني يتكسر وجسمنا يستفيد منه من طاقه، لا بيروح على طول على الكبد فالافراط فيه بيعمل مشاكل. طيب احنا ايه العصائر بقى والمشروبات اللي الناس تاخدها سريعا جدا يا دكتور؟ ما تاكلش فاكهه؟ لا سريعا جدا يا دكتور، ايه العصائر المفيده للناس تشربها؟ العصائر المشروبات المفيده انا بقول الناس ياخدوا مشروبات، يعني عندنا عصير الليمون من الحاجات الكويسه جدا، مطهر معوي كويس جدا في الصيف وفي الوقت اللي احنا فيه. عندنا في العصائر زي عصير الكركديه، وخاصه الكركديه المنقوعه البارد للناس اللي ضغطها بيعتبر عالي، واحنا بنقول دي ممكن ان هم يبتدوا يحطوا لها من بدائل المحليات بدائل السكر، زي بنقول ممكن سكر الستيفيا لو متاح دلوقتي هيكون كويس. والمهم جداً كمان يا دكتوره زي ما حضرتك ذكرت انه ما يكونش فيه افراط في استخدام السكر او حتى في العصائر. شكرا جزيلا دكتوره مروه شعير، استاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. مشاهدينا دلوقتي موجز لأهم وآخر الأنباء مع محمد، اتفضل يا محمد. شكرا بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جون بايدن تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بالغ تقديره للجهود المصرية والوساطة المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع. كما صرح متحدث الرئاسة بأنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفجارة تنهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. في السياق ذاته بحث الرئيسان السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم والمخابز. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا على دفع كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسيع الصراع. أكد مصدر رفيع المستوى على أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو عزل قطاع غزة عن العالم، وشدد المصدر رفيع المستوى على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني،
مضيفا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. كما أشار المصدر رفيع المستوى إلى أن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها. كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر تحرص دائما على ثوابت القضية الفلسطينية مع إصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض. إلى ذلك رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل لحثها على الوقف الفوري للعملية العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في قطاع غزة تهدد بقائهم كليا أو جزئيا. كما أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن مصر رحبت بقرار المحكمة بفرض تدابير لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. كما رحبت مصر في بيان صادر عن الخارجية بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة. التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية كل من قطر والأردن والسعودية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضحت الخارجية أن اللقاء بحث التحركات الكفيلة بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة ونفاذ المساعدات بشكل كامل ودون عوائق وسبل الدفع بالمسار السياسي بالإضافة لدعم تنفيذ حل الدولتين. تأتي زيارة شكري ونظراؤه العرب في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق المستمر مع الوزراء العرب لدفع نحو وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وندد بشدة بجميع أعمال العنف ضدهم والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية. هذا وقد تبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار صاغته سويسرا بأغلبية 14 صوتا مؤيدا بينما امتنعت روسيا عن التصويت. وتم تبني مشروع القرار الذي لم يشر إلى أي صراعات محددة وذلك بعد نحو 8 أشهر من الحرب الدائرة في غزة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا خلالها. أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية في وقت تواصل فيه روسيا هجومها على منطقة خاركيف. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعلن إرسال كمية جديدة وكبيرة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن بلاده، مشيرا إلى أن هذه الحزمة البالغة قيمتها حوالي 275 مليون دولار تعد جزءا من جهود واشنطن لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف. كما تحتوي حزمة الأسلحة على قدرات هناك حاجة ماسة إليها. رياضيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها 8 مساء على استاد القاهرة. هذا وقد اختتم الأهلي تدريباته على استاد القاهرة الدولي ضمن الاستعدادات للمباراة. وحرص المدير الفني مارسيل كولر على عقد اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية. كان الأهلي قد تعادل مع الترجي سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس. انتهى موجز 8، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا
أهلا بحضراتكم من جديد. من فترة برنامج المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر أعلن عن فرص لمنح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنين في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة. هيتم تخصيص مجموعة منها للطلاب ذوي الهمم للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية زي جامعة مثلا القاهرة، أسيوط، الإسكندرية وكمان جامعة العالمين. عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذه المنح وشروط التقدم ليها، كل ده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو استاذه امال موافي مدير مشروع برنامج المنح الجامعيه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين، وبشكركم على الاستضافه النهارده. يا اهلا بيك يا فندم، تشرفنا بحضرتك. لو في البدايه حضرتك تكلمينا بشيء من التفصيل عن برنامج المنح الجامعيه وبرنامج رواد وعلماء مصر. تمام، انا مدير مشروع برنامج رواد وعلماء مصر، بس السنه دي برنامج رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعيه مع بعض بيقدموا 370 منحه. برنامج رواد وعلماء مصر دي الدفعه الثانيه بالنسبه له، وبالنسبه لبرنامج المنح الجامعيه دي الدفعه الخامسه والاخيره بالنسبه له. فمع بعض ب 370 منحه وما يزيد عنهم بحاجه بسيطه، يعني ده اكبر عدد من المنح التي تم اطلاقها في هذه النوعية من البرامج. المنح دي بتقدم للطلاب من خريجي ثانوية عامة والمدارس التجريبي ومدارس ستام، ولازم يكون الطالب طبعا مصري ويكون عنده نوع من أنواع الأعمال المجتمعية أو الأعمال التي يثبت فيها أنه هو قائد علشان يقدر يحصل على هذه المنحة، ويكون الثلاث سنين بتوع قضاهم في مدارس الثانوي العام والتجريبي وستام. وكمان مهم قوي بالنسبة لنا أن احنا بنقدم المنح دي في 13 جامعة شريكة زي ما تفضلتي حضرتك، الجامعات دي حكومية وغير حكومية، وهي يعني على الترتيب جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، ومدينة زويل، والعالمين، وجامعة الأهلية والجلالة، وجامعة بدر، بالإضافة لجامعة الزقازيق والأكاديمية العربية، وكمان جامعة حلوان. الحقيقة إحنا ما بنقدم المنح دي بنقدمها بهدف إن إحنا ناخد الطلاب من جميع محافظات الجمهورية، من 27 محافظة. الطلاب دول بيكونوا الأكثر احتياجا لهذه المنح، يعني ما بيكونوش عندهم، والأكثر تميزا كمان، والأكثر تميزا. بس هو التميز والاحتياج مع بعض، لأن إحنا بنقدم الحاجة دي. تقولي طب جامعة القاهرة أنا محتاج منحة في إن أنا أخش جامعة القاهرة، أنا بدخل الطلبة في الأقسام الكريدت أور أو ذات الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ذات المصروفات، فبتبقى أقسام مميزة جدا 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 وليها مصاريف إلى حد ما يعني كبيرة شوية. فإحنا بنقدم الدعم المالي للطلبة، بالإضافة للدعم المالي زي ما كنت بقول لحضرتك إحنا بناخد الطلاب من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، فبالتالي الطلاب دول بيحتاجوا سكن، وبرضو بنقدم مصروف شهري للطلبة، وبنتكفل بجميع المواد الدراسية. يعني مثلا لو في كلية هندسة طبعا بيبقى مطلوب مواد للدراسة أو معامل أو حاجات زي كده، بنوفر كل ده. فضلا عن ذلك كمان بنقدم لابتوب، لأن ده دلوقتي بقى حاجة أساسية جدا عشان يقدروا يتعاملوا في البرامج دي ويبقوا مطلعين عن العالم ده خلال فترة دراسته، يعني خلال فترة دراسته وبعد ما بينهي الدراسة بيحتفظ بيه. وكمان بنقدم غير كده كمان الدعم الصحي، بنقدم تأمين صحي متكامل عشان لو لا قدر الله حصل أي حاجة أثناء الدراسة نقدر إن إحنا نغطي الموضوع ده. وسكن طبعا جامعي في الجامعات الشريكة، لأن الطلبة جايين من المحافظات. إحنا الفرص دي بالتساوي ما بين الإناث والذكور، ومن المهم كمان قوي ان احنا بندمج الاشخاص ذوي الاعاقه. بناخد من 10-15% من الطلبه من ذوي الاعاقه بالاعاقات المختلفه اللي موجوده، فكل المجالات مفتوحه. بناخد الطلاب من علمي علوم وعلمي رياضه وادبي، وبنراعي دايما في التخصصات ان التخصصات دي بتكون بيتم الاتفاق عليها مع وزاره التعليم العالي، وهي الجهه الحكوميه الشريك الاصيل في تنفيذ هذه المنح. فممثله للحكومه المصريه بيتم التوافق على المجالات الدراسيه لتخدم رؤيه مصر 2030. المجالات دي يعني ممكن اقولهم في عجاله لو حضرتك حابب. فبنقدم في مجال الطاقه، مجال المياه، مجال الزراعه، مجال التصنيع والصناعة، ومجالات السياحة والآثار والثقافة، فضلا عن اللوجستيات، ودي حاجة طبعا يعني مستحدثة ومهمة جدا، والصحة العامة.
والتمريض. وطبعا ما نقدرش نتكلم على اي حاجه دلوقتي من غير ما نقول ان تغير المناخ والتكنولوجيا الرقميه قاسم مشترك في اي حاجه بنعملها عشان نواكب متطلبات العصر. فيبقى الخريج بتاعنا انا المخرج بتاعي في الاخر قوه عامله، انا مش بخرج واحد من الجامعه، انا بخرج واحد جاهز ان هو ينخرط في سوق العمل، او على الاصح بيطلع من المنحه دي معاه فرصه العمل بتاعته. طيب عشان الطلبة اللي بتفرجوا علينا دلوقتي وحابين ان هم يبقوا جزء من هذه المنحة، حابين حضرتك تشرحي مرة تانية كده بالتفصيل عن مميزات الطالب او الطالب اللي هتختاروه عشان يتقدم لهذه المنحة. انا النهاردة في ثانوية عامة او ستام او مدرسة تجريبي، اقدر ازاي اقدم لهذه المنحة؟ بقدم ازاي مبدئيا، وايه اللي انا محتاج يكون عندي عشان اكون مؤهل لهذه المنحة؟ تمام، استمارة التقديم متاحة على صفحة وزارة التعليم العالي، ومتاحة برضو على صفحات الجامعة الأمريكية. وفي مجموعة من الأسئلة اللي بنسميها الأسئلة الأكثر شيوعا، احنا على مدار الخمس سنين اللي فاتت ما في طبعا خبرة بقى. ايوه بالظبط كده، في خبرة، فبقينا بنحط كل الأسئلة اللي ممكن تيجي على ذهن الطالب أولي الأمر، فبحيث ان هم يقدروا يلاقوا الأجوبة للأسئلة دي. هو احنا محتاج ايه؟ محتاج ان هو يقدم قبل يوم 31 مايو، فاحنا الوقت أزف خلاص، أزف جدا. ومن ناحية تانية محتاج ان الطالب طبعا زي ما كنت بقول ان هو يكون عنده بعض من الأنشطة التي تخدم المجتمع، لان احنا في الآخر عايزين نبني قادة. زي ايه؟ زي مثلا يكون عمل نشاط تطوعي مثلا في القرية بتاعته أو في المدينة بتاعته، في المدرسة في نوع من أنواع إن هو يكون عنده مهارات من القيادة حتى على مستوى الفصل في المدرسة، بس يكون في ما يثبت ما يعني تفوقه في الناحية دي من الجوائز أو ما شابه من ذلك. وكمان مهم جدا إن الطالب يبص على الأوراق المطلوبة، لأن شهادة القيد مثلا في ثانوي لمدة 3 سنوات عام أو حكومي أو تجريبي، دي ورقة مهمة جدا لازم يتم إصدارها من جهة حكومية، فدي حاجة مهمة. مفردات مرتب الولي الأمر أو البطاقة الضريبية أو لو كان أعمال حرة، يعني كيفما كان، بس ما يفيد دخل الأسرة الوالد عشان يثبت ان هو يعني غير قادر على دفع بالظبط كده، بالظبط كده، فيثبت ان هو مستحق بالدرجه الاولى. وبعد ما بتطلع نتيجه الثانويه العامه بيطلع بيبعت لنا بيان الدرجات بتاعه. احنا عاده بناخد في حدود 85% في مجموع الثانويه العامه، باستثناء زراعه وتمريض ممكن بناخد اقل من كده، يعني على حسب كمان المتوسط بتاع السنة، لأن طبعا في سنين بيكون المجموع مثلا عالي زيادة، في سنين بيكون المجموع متدني نوعا ما، فبناخد المتوسط من خلال أبحاث بنعملها وقت ما النتيجة بتطلع، فبنحدد المجموع. بس يعني على مدار الخمس سنين اللي فاتوا كنا بناخد ما بين 80 لـ85%، وإحنا السنة دي حاطين 85%. وبيجيب الورق ده ويرفعه بس على الصفحة بتاعته. في شركة نيوتن التعليم العالي، وفي شركة نيوتن الخدمات التعليمية هي الجهة المنوطة بال تعريف بالمنحة، فصفحتها متاحة، في إيميل برضو للاستفسارات، وفي تليفون موجود للاستفسارات على الصفحة دي. فالحقيقة أنا بدعو الطلبة اللي لسه ما قدموش، إحنا عندنا عدد لا بأس به يقدم يعني، بس اللي لسه ما قدمش للفرصة دي يعني يشتغل عليها بأسرع وقت ممكن، لأن آخر معدل التقديم زي ما كنت بقول لحضرتك 31. والحقيقة إحنا برضو يعني في تعاون وثيق مع مجموعة من الوزارات، وزارة التعليم العالي بتقود هذا التعاون من خلال وزارة التربية والتعليم، فبيتم النشر على صفحات وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا وزارة الشباب والرياضة. ففي جهود كثيرة جدا من الحكومة على أساس أن المنحة توصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة. وإحنا وعملنا ندوات تعريفية أونلاين وبرة، ونزلنا المحافظات كثيرة متعددة، بالذات بنحاول دايما نروح المحافظات البعيدة ومحافظات الصعيد اللي ممكن تكون المعلومات مش واصلة بالقدر الكافي، لأنها المنحة لكن فيها نماذج تستحق ان هي تحصل على هذه المنحة. يعني طيب هو شرط ان يكون لسه حاصل على شهادة الثانوية العامة تكون حديثة، ولا من الممكن يكون دخل كلية مثلا ويتقدم لهذه المنحة؟ لانه حتى الاولاد في السن ده وهم خارجين من الثانوية العامة ما بيبقاش عندهم علم كافي بالتخصصات اللي حضرتك ذكرتيها. تمام، ده سؤال جيد جدا ومبسوطة جدا ان حضرتك سألته، لان احنا بناخد الطلبة بتوع ثانوي عام هذا العام
ويكون من الدور الاول، يعني هيكون هيخلص الثانويه العامه في 23 24، وما بناخدش حد جوه الجامعه، بناخد طلبه يكون لسه داخل الجامعه. فانا مبسوطه ان حضرتك برده يعني رحت للنقطه دي، لان دي تفصيله مهمه جدا، ويكون ناجح من الدور الاول. مش طيب. قاسم مثلا السنة على سنتين. والطالب ده اللي دخل الجامعة في الخمس سنين اللي فاتت، هل أنا ممكن النهاردة، عشان ساعات كمان خليني أبني على سؤال الشاذلي، أنه ساعات ببقى أنا مش متأكد بالظبط من التخصص بتاعي، هل ينفع في بداخل المنحة دي أغير التخصص بتاعي وأنا في الجامعة ولا لا؟ أنا هقول لحضرتك، إحنا بنخلي في الاستمارات التقديم بيبقى الطالب عنده مجموعة من الاختيارات ما بين الجامعات والتخصصات المختلفة، فهو بيبني الاستمارة بتاعته بناء على رغباته، فبيحط الرغبات بتاعته، واحنا بنيجي على التسكين بتاعه للجامعات بنسكنه بناء على قدر الامكان على الرغبات، الثلاث رغبات اللي هو حطها، ويعني بيبقى ده اساس ان احنا بنكمل في نفس المجال. فكره التنقل مش وارده، احنا عايزين برضو حد يبقى عارف هو عايز ايه، احنا بنقول قائد محدد هدفه، الدنيا بالنسبه له هو عنده هدف وبيشتغل عليه. فده من الاهداف بتاعتنا. برضو احنا كمان بنقدم مجموعه من الخدمات غير الاكاديميه، المجموعه دي بتتضمن لغه انجليزيه مقدمه من خلال الجامعه الامريكيه بالقاهره، الجامعه الامريكيه بقى لها اكتر من 100 سنه في جمهوريه مصر العربيه في قطاع التعليم بصفه عامه، والتعليم في اللغه الانجليزيه من الحاجات المهمه قوي اللي بنفتخر ان احنا بنقدم فيها. بنقدم للطلبه اللي هيخشوا مثلا جامعه زي الجامعه الامريكيه او جامعه زويل سنه كامله من اللغه الانجليزيه، وبالنسبه للطلاب بتوع الجامعات الاخرى بيقدروا ياخدوا لغه انجليزيه بجانب الدراسه. طيب ده جميل جدا. الناس بقى اللي خدت هذه المنح قبل كده وضعهم ايه، بيعملوا ايه دلوقتي، يعني اسهاماتهم عامله ازاي؟ احنا تقريبا اول دفعه لسه هتتخرج دلوقتي، بس خليني اكمل لحضرتك ان احنا كمان بنقول احنا بناخد حد عنده مبادئ مهارات القياده وبنبني على دي، وبنديله تدريبات في القياده، وبنديله غير التدريبات اللي في القياده كمان بنديله ارشاد وتوجيه مهني، يعني ازاي يستكشف سوق العمل، ازاي يشوف فرص العمل المتاحه في سوق العمل في جمهوريه مصر العربيه من خلال تقييمه لنفسه الاول لمحاور القوة والضعف بالنسبة له، وكمان إزاي يقدر يكتب سيرة ذاتية، إزاي يقدر يقعد انترفيو أو مقابلة شخصية، وغير كده كمان بنديهم تدريب صيفي، وعندنا الحقيقة يعني كانت خبرة كويسة جدا مع مجموعة من الوزارات المصرية، استضافوا أبنائنا وشركات دولية النشاط فضلا عن الجمعيات الأهلية، والحقيقة كان دايما بيجي لنا يعني فيدباك رائع جدا عن أدائهم وعن تميزهم، ويمكن كتير منهم كانوا وهو أثناء التدريب بيتقال له لما تتخرج هتيجي تشتغل عندنا. فدي طبعا حاجة ميزة مهمة جدا طبعًا. وغير كده احنا بندي 65% من الطلبة فرصة ان هم يروحوا ترم او سمستر في او فصل دراسي في الولايات المتحدة الأمريكية. ده هايل. ده مهم جدا. انه ان احنا تبادل الطلاب ده كمان حاجة مهمة جدا، او ان احنا نسافر أولادنا عشان ياخدوا تجربة مختلفة. برنامج المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر تقدروا دلوقتي تقدموا على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم العالي. الوقت أزف، فادخلوا دلوقتي لأنه آخر معاد للتقديم هو 31 مايو. شكرا ليكي دكتورة أمال موافي، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية، كل شكر على وجود حضرتك معنا النهاردة. شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. النهارده جماهير النادي الاهلي بتنتظر مباراه مهمه جدا مع فريق الترجي التونسي في لقاء العوده لنهائي دوري ابطال افريقيا. يا ترى مين الاقرب لحصد هذا اللقب؟ هل الاهلي على بعد خطوات من تحقيق البطوله ال 12 في تاريخه، ولا الترجي التونسي هيسعى لتحقيق اللقب الخامس في مشواره الافريقي؟ كلام كتير عن المباراه وازاي هيتعامل معاها كولر، ايه الاوراق الفنيه اللي هتقوده وتوصله للفوز النهارده، كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي في اذاعه اون سبورت. صباح الخير عليك. يعني في البدايه النهارده المباراه دي الناس كلها مستنياها، مباراه لازم النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يعني يحسم فيها كده من البدايه، يعني هنشوف النهارده ايه في المباراه. في البدايه المباراه صعبه جدا. النتيجه 0-0 كانت هناك يعني بالنسبه للاهلي ما كانتش احسن حاجه زي ما الناس كانت متخيله.
اعتقد لو الاهلي ما جابش في اول تلت ساعه او اول نص ساعه هدف المباراه صعبه عليه جدا 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 لان فريق الترجي بيعرف ازاي يدافع وازاي بيلعب على الهجمه المرتده. فاعتقد ان لو الاهلي ما جابش في الربع ساعه الاولانيه او التلت ساعه الاولانيه هدف هتبقى مشكله. هما الجول ليهم كمان بجونين النهارده صح؟ هي القصه مش بتحسب كده، هي القصه هناك 0-0، فهنا الاهلي لو فاز 2-1 3-1 القصه عاديه. طيب مباراه الذهاب علي معلول بيتصاب بيربك حسابات النادي الاهلي. علي معلول طبعا النهارده بقى مارسيل كولر هيتعامل ازاي مع هذا الامر وهل عنده البديل المناسب؟ هو كريم فؤاد بيلعب باك يمين وبيلعب يعني بيجيد اللعب في الباك الشمال، لكن طبعا علي معلول لا يعوض. لكن اعتقد ان كولر عامل الحساب ده كويس قوي، هيقفل دفاعيا في الجبهه دي لان علي معلول كان بيدافع وبيهاجم بشكل كويس قوي. اعتقد ان كريم فؤاد في الناحيه الدفاعيه اقل شويه من علي معلول، فاعتقد ان هو يعمل الحساب ده كويس جدا يعني. طب ايه الطريقه اللي ممكن كولر النهارده يعتمد عليها عشان نفوز؟ هو اعتقد ان لا بديل عن الهجوم من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه الاخيره في المباراه. اعتقد ان زي ما قلت لحضرتك ان لو كولر اعتمد على الطريقه الهجوميه من اول الماتش لحد اخره ده هيفرق كتير جدا مع الاهلي. طيب هل كولر هيقدر يضغط ويستغل مثلا عامل ارض والجمهور؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، الجمهور طبعا هيبقى عامل كبير جدا على مع الاهلي، وطبعا استاد القاهره الاهلي بيعرف يلعب فيه كويس جدا، ملعب واسع، بيعرف الاهلي طول عمره بيعرف يلعب على استاد القاهره. اعتقد زي ما اقول لك ان عامل استاد القاهره والجمهور هيبقى مع الاهلي ان شاء الله بشكل كبير جدا، ونتمنى الفوز للاهلي باذن الله ان شاء الله. النهارده بقى حراسه المرمى، يعني دايما احنا كل مباراه كده نقعد نقول تكهنات على حراسه المرمى، مين هيكون بيلعب؟ هل الشناوي هيلعب النهارده؟ هل مصطفى شوبير؟ مين هو منطقيا؟ مصطفى شوبير ماشي بشكل كويس جدا، رجله في الملعب بقاله كتير في 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 البطوله بشكل اكتر من 7 ماتشات تقريبا، فاعتقد ان لو كولر دفع بمحمد الشناوي النهارده هتبقى مخاطره. ففي المنطقي والطبيعي ان هو يلعب مصطفى شوبير، يستغل حماسه ويستغل مستواه العالي في الفتره اللي فاتت، فاعتقد ان مصطفى شوبير هو الافضل يعني. طيب شكل الفريق هيكون عامل ازاي النهارده؟ الخطه اللي هيلعب بيها مارسيل كولر هتكون عامله ازاي؟ الخطه الطبيعيه بتاعت مارسيل كولر هيبدا بمصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد. في نص الملعب ممكن نشوف كوكا ونشوف مروان، ممكن نشوف بيرستاو ورضا سليم واسامه ابو علي وامام عاشور. وغيابات النادي الاهلي هتبقى عامله ازاي؟ الغيابات هو ابرز الغيابات علي معلول لحد دلوقتي، افضل يعني اصعب الغيابات على النادي الاهلي واللي هتاثر على النادي الاهلي بشكل في الجبهه اليسرى علي معلول. طيب بالنسبه لهجوم النادي الاهلي بيعتمد على وسام ابو علي بشكل اساسي ورضا سليم، هل هيبدا برضا سليم ولا هينزله بديل زي المعتاد؟ اعتقد ان بدايه الماتش بيرستاو ناحيه اليمين، وممكن حسين شحات او يعني هو او رضا سليم، القصه مش لكن مش في حاله من التفاهم كده ما بين رضا سليم وما بين وسام ابو علي، زي ما نقول ثنائيه من الثنائيات الناجحه في النادي الاهلي. بص اقول لك على حاجه، هو وسام ابو علي بيجيد اللعب مع احد، مهاجم قوي جدا، مهاجم حسه الفني عالي جدا، بيعرف يلعب مع اي حد، بيعرف هو سهل في لعبه، سهل، بيظهر بطريقه كبيره في الملعب، مش زي المهاجمين اللي بيستخبوا ورا المدافعين. بيمتاز ان هو بيلعب بدماغه، بيلعب برجله، مهاري، سريع، حركة من غير كوره كمان. في كل المميزات، فاعتقد ان هي فكره ان هو ثنائيته هو ورضا سليم ممكن تتكرر مع حسين شحات، ممكن تتكرر الناحيه الثانيه مع بيرستاو، ممكن تتكرر من نص الملعب مع امام عاشور. هو ذكي وقادر ان يكون في حاله من الانسجام ما بينه وما بين اي لاعب. هو ذكي وقوي وسريع، في كل المقاومات اللي ممكن يبقى تسمح له ان هو يبقى مهاجم النادي الاهلي. طب لو اتكلمنا بقى عن الترجي التونسي، هل النهارده احنا نبقى مرتاحين شويه واحنا بنلعبهم ولا احنا يعني لازم نفوز؟ ما يعني مفيش اوبشن، اكيد مش مرتاحين، لكن الفريق الترجي يعني فريق قوي وكل حاجه، بس بقى لنا فتره كده ايه بنقول الفريق يمكن مش في احسن حالاته خلينا نقول. فالنهارده متوقعين ايه من الفريق الترجي التونسي؟ هو الترجي دفاعه قوي جدا، وبيعرف يلعب على الهجمه المرتده، بيستغل طبعا سرعه رودريجو المهاجم الاجنبي بتاعه. فاعتقد انت لو الاهلي عرفت تسيطر على رودريجو ومسكته كويس وعرفت تقفل عليه مساحات، ما تديلوش مساحات كبيره،
اعتقد ده هيعطل الترجي كتير. الترجي الميزه بتاعته دفاعيا مش زي زمان. الترجي كان بيعتمد زمان على الطريقه الهجوميه صحيح. بشكل كبير، لكن دلوقتي هو بيعتمد اكتر على دفاعه وبيلعب على الهجمه المرتده وبيلعب على الجنبين. فالنهارده الاهلي لو قفل ناحيه اليمين وناحيه الشمال وضيق الملعب شويه عليه في ضغط من قدام وقفل مساحات على رودريجو المهاجم بتاعه، اعتقد ده هيفرق مع الاهلي كتير جدا. بس اعتقد ان مارسيل كولر خلاص بقى فاهم الفريق. يعني هو مثلا في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الذهاب قال ان احنا قابلنا الترجي كتير بس مش ده الجيل اللي احنا قابلناه قبل كده، لكن في مباراه الجيل مباراه العوده هي نفس مباراه بنفس الجيل. فاعتقد انه بقى درس وفاهم كويس. فانت دلوقتي بتتكلم على انه دلوقتي بيلعب بشكل دفاعي بحت وبيلعب على المرتدات، فاعتقد ان ده بقى مفهوم بالنسبه لمارسيل كولر، ولازم يتعامل مع هذا الامر بانه يشوط من بره، ملوش حل تاني غير انه يشوط من بره. بص هقول لك على حاجه، الانديه الكبيره زي الاهلي بتعتمد على طريقه لعبها هي. يعني الفريق هو اللي بيفرض طريقه لعبه على الفريق اللي قدامه. انا ما بستناش الفريق اللي قدامي بيلعب ازاي وانا العب، لا انا خلاص انا بهاجم من الاول، خلاص انا هظبط المنطقه الدفاعيه عشان ما يدخلش فيها جون او عشان هو ما يستغلش ده. لكن انا اللي بفرض من الاول، انا اللي بضغط، انا اللي بخليه هو اللي يدافع. هو مش جاي ملعبي عشان انا اللي ادافع والعب على الهجمه المرتده، القصه معكوسه يعني. فاعتقد شخصيه الاهلي وشخصيه مارسيل كولر وشخصيه اللعيبه هتفرض ده بشكل كبير، والاهلي هو اللي هيفرض طريقه لعبه على الترجي التونسي مش العكس. طيب الفريقين كان مين طريقه اسهل في البطوله؟ الفريقين اعتقد طريق الاهلي وطريق الترجي كان بالتوازي، يعني زي ما ماشيين نفس المستوى. افريقيا كلها في الفتره اللي فاتت الانديه بدات تستوعب فكره ان انا لازم يبقى عندي لعيب واثنين اجانب ولازم يبقى عندي لعيبه قويه، زي ما الاهلي عمل جاب اسامه ابو علي، ناحيه الترجي جاب رودريجو. فالقصه اعتقد ان كان طريق الاهلي وطريق الترجي للنهائي متساوي. مين ماتشاته كانت اصعب؟ يعني اكيد في حد قابل فرق اصعب. مفيش، لا مفيش. انا بقول لحضرتك هو المستوى بقى متقارب جدا في دوري ابطال افريقيا عكس الكونفدراليه. يعني الكونفدراليه ممكن يكون كانت الزمالك طريقه اسهل شويه للوصول للنهائي، طبعا نهضة بركان كان طريقه اسهل برضه للوصول للنهائي، لكن دوري ابطال افريقيا بيبقى بيختلف بشكل كبير. فكان الطريق الاثنين متساوي. طيب لو اتكلمنا عن نص الملعب في النادي الاهلي، شايف امام عاشور في مستواه؟ وبرضه عايزك تعلق لي على اداء محمد مجدي قفشه خلال الفتره الاخيره. هقول لك على حاجه، امام عاشور افضل لاعب في مصر من وجهه نظري متساويا مع زيزو. يعني هو ده بيلعب في مركز وده بيلعب في مركز مفهوم. لكن لو هنقول احسن لاعب هنقول زيزو، هنقول امام عاشور. زيزو في الزمالك وامام عاشور في الاهلي. اعتقد ان امام عاشور بيعيش احسن فتراته الفنيه، ممكن يكون بعد ما رجع من الاصابه ماتش او اتنين ما كانش قد كده، لكن اعتقد النهارده ان هو هيفرق مع الاهلي بشكل كبير. ده امام عاشور. قفشه طبيعي ان انت لما بتجيب لعيب في نفس مركزي انا متاثر نفسيا بريح شويه ما بقاش قادر، لكن المفروض ده يبقى حافز ليه. يعني قفشه المفروض عشان يرجع تاني للمكان الطبيعي. انت قلت في البدايه ان انت متوقع ان كولر مش هيغير التشكيل، يعني هيلعب بالتشكيل اللي هو متعود عليه. رايك ممكن الترجي التونسي يكون فاميليير اكتر بنوع اللعب ده؟ انا بقول لحضرتك هو الترجي التونسي المفروض الاهلي هو اللي يفرض طريقه اللعب عليه. هو الترجي التونسي برضه عاوز يكسب. يعني هي القصه كلها نتيجه 0-0 كانت مش حلوه للفريقين سواء للترجي او سواء للاهلي. انا اعتقد لو الاهلي كانت عادل هناك 1-1 كانت هتبقى افضل، يعني عكس الناس متخيله كانت تبقى افضل. لكن النهارده 0-0، يعني انا كنت اتعادلت هناك 1-1 وكان الاهلي جه اتعادل هنا 0-0 كانت القصه بالنسبه للاهلي صعود، شبه محسومه صعود. 0-0 وهناك 1-1 كنت صعود، لكن لا قدر الله حصل العكس هتبقى مشكله. فاعتقد نتيجه 0-0 دي حطت الترجي. الاهلي ملك اخر لحظه، يعني احنا عارفين ان الاهلي هو تمام، لكن البطولات دي ما بتخلصش كده. البطولات دي لازم ليها تخطيط من الاول. ماتش زي النهارده تخطيط من اول دقيقه لاخر دقيقه، لازم مارسيل كولر يقسم ال 90 دقيقه، ههاجم في الجزء الاولاني، الجزء الثاني هلعب على نص الملعب، لازم العب طويل، لازم العب باص من تحت، يعني لازم يكون في تقسيم للماتش. وده اعتقد اللي كولر بيعمله طول عمره. ده هو ده فعلا نفس اللي بيعمله كولر خلال الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي. عنده تغييره ثابت تقريبا في الدقيقه 60-65، ده ثابت كل مباراه، ما بيفكرش انه يغير مثلا بحسب معطيات اللي بيحصل على الارض مثلا. يعني وارد ان يكون في ضغط عالي عليه خلال الفتره الاولى، فانا شايف في ضعف شويه في الناحيه الدفاعيه، فان انا ابدل لعيب بلعيب ويكون عشان احافظ على الشباك، لان طبعا عارفين الموضوع هيكون صعب جدا لو الترجي احرز هدف خصوصا كمان في الدقائق الاولى.
بص كولر ذكي جدا. فكره الناس كلها اتكلمت عليها، فكره التغيير في الدقيقه 65 او الدقيقه 60، انا بقول لك هو بيقسم الماتش، هو عارف هو عاوز يعمل الماتش. انا لحد الدقيقه 60 الدقيقه 65 شايف اللعيبه كلها مستوى كويس، ما وفقتش وما جبتش جون، بس انا النهارده هطلع مين وانزل مين؟ ما انا اللي عندي في الملعب ده كويس، عندي في الملعب ده قوي، عندي في الملعب ده بيروح على الجون بس. ففكره التغيير هي هو مش مثبتها في الدقيقه 60، هو بيقسم الماتش 15 مثلا 30 45 كده الشوط الاولاني خالص، الشوط الثاني هعمل فيه كذا كذا كذا، فدي طريقته. فاعتقد النهارده لا قدر الله لو مفيش حد موفق هنشوف تغييرات قبل الدقيقه 60 وقبل الدقيقه 65. ايه نقط القوه اللي عندنا النهارده في الماتش؟ يعني هل احنا النهارده بنعتمد على ايه؟ على الدفاع، خط الوسط؟ لا انا بنعتمد على الضغط العالي وعلى الهجوم من البدايه. طبعا ده بيتطلب ان انا اخلي بالي من الدفاع، لكن طبعا هيعتمد على اسامه ابو علي بشكل كبير. زي ما قلت لحضرتك في الاول، هو راجل بيضغط من قدام، راجل هيدرز كويس، راجل بيشوط، راجل سريع، في كل المقاومات اللي ينفع يبقى فيها مهاجم نادي الاهلي. خط النص طبعا لو الاهلي عرف يسيطر على المباراه من خط النص هتفرق معاه كتير جدا طبعا. لكن انا اعتقد ان خط النص النهارده المشكله هتبقى صعبه، لان من وجهه نظري الخبره بتاعت مروان عطيه ما تسمحلوش بده. فاعتقد ان لو شفنا ديانج كانت هتبقى تفرق اكتر يعني، لكن هو هيلعب، المتوقع ان هو يلعب بمروان عطيه وكوكا. طب بصراحه كده مين اللي اقرب للفوز النهارده؟ هي المباراه 50-50، اتمنى الاهلي ان شاء الله باذن الله. 51 في حد اكيد 51. لا لا 50-50 الاثنين مع بعض 50-50 من وجهه نظري يعني فنيا. لا لا ان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله. طبعا نتمنى الاهلي. انا متفائله جدا يعني باذن الله باذن الله. طيب دايما الجمهور بيكون عامل مؤثر في اي مباراه، وطبعا الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي النهارده هتكون ورا الفريق منذ البدايه لحد اخر دقائق مهما كانت النتيجه في البدايه. شايف تاثير الجمهور وكمان ارضيه الملعب، يعني انت اتكلمت في البدايه ان الاهلي متعود على اللعب في هذه في ارضيه الملعب، فاعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي هتساعد النادي الاهلي كمان في البدايه. بص هو كل العوامل بتقول ان النادي الاهلي يكسب، سواء الساعة الجماهيرية اللي تسمح بيها، سواء استاد القاهرة ونظافة الملعب والأرضية اللي ما بنشوفهاش في أفريقيا كتير. أعتقد أن كل ده هيفرق مع الأهلي، لكن الجمهور ممكن يبقى نقطة ضعف وممكن يبقى نقطة قوة. نقطة ضعف لو ضغط على اللعيبة، نقطة قوة لو شجع اللعيبة، ده بيفرق طبعا. يعني أنا النهاردة بهتف للعيب أو ممكن أضغط على اللعيب، أنا اللي بإيدي النهاردة الجمهور زي ما بقول لك كل الجهات المعنية عامل كل اللي عليها. استاد القاهره من افضل ما يمكن في افريقيا كلها طبعا، ويصنف من افضل الاستادات في العالم. انا سافرت وشفت. النهارده الساعه الجماهيريه كامله، فالنهارده خلاص كل العوامل موجوده، لكن الجمهور هو اللي هيعرف امتى يبقى نقطه ضعف وامتى يبقى نقطه قوه. نقطه ضعف لو ضغط، لو لعيب ضايع كوره فانا ضغطت عليه وزعقت وخرجت عن السياق. لا اعتقد ان الجمهور بقى فاهم حاجه زي دي كويس، وده دلوقتي بيدور على بطوله، فاعتقد ان هو بيدور على بطوله بس غصب عنه. ممكن انا النهارده انا كواحد من الجماهير مش فاهم يعني ايه ضغط، ومش فاهم يعني ايه تشجيع، ازعق اغلط مش عارف وانا بشجع. لكن النهارده انا المفروض التشجيع يبقى من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره بشكل بما انك بتتكلم على الضغط. مين معلش بقى كولر هيستخدم مين في الهجوم؟ اسامه ابو علي. ومين تاني؟ رضا اعتقد بيرس تاو، واعتقد رضا سليم او حسين الشحات. طبعا من تحت كهربا. نعم كهربا، اعتقد كهربا هيبقى ليه دور برضه في الشوط الثاني، لكن مش هيبدا يعني. وجود اسامه ابو علي بصراحه مغطي على اي حد بيلعب في الهجوم سواء مودست او كهربا. طيب اعتقد ان كولر عنده ميزه مهمه جدا، وهو ان الدكه بره جاهزه زي اللعيبه الموجوده في ارضيه الملعب. ممكن نشوف تشكيل مختلف. هو صعب تشوف تشكيل مختلف في ماتش زي ده. انت ممكن في دور المجموعات في الدور الثمانيه، لكن في ماتش زي ده في ماتش النهائي صعب جدا 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 تشوف تشكيل مختلف. لو في لو في اختلاف هيلعب السهل مركز او اثنين. يعني هيلعب السهل، هيلعب اللي هو اتعود عليه اول، لكن مش هيجازف. الماتش النهارده ما فيهوش مجازفه، يعني زي ما بقول لك لازم النهارده يكون في بالانس ما بين الهجوم وخط النص والدفاع. تمام لازم. طيب هل كولر فهم النقطة دي كويس ولعب على الناحية النفسية للعيبة؟ طبعا كولر مدرب قوي جدا، مدرب ذكي جدا، بيعرف يتعامل مع اللعيبة نفسيا بطريقة كبيرة. كل اللعيبة اللي كانت راجعة من إصابات قالت إن جلسة كولر كانت حافز ليها. يعني أنا النهاردة لعيب غبت 3-4 شهور 5 شهور،
برجع القعده مع او الجلسه مع المدير الفني بتفرق معايا نفسيا طبعا. بيشجعني بيقول لي لا انا مستنيك، بيقول لا في مدير فني خلاص لما تتاهل يبقى تعالى او لما تبقى جاهز اتفضل معايا، دي بتفرق مع اللعيب نفسيا. وفي مدير فني زي كولر بيفضل يحمس اللعيب اللي معاه، لا ان شاء الله انت معايا انت مكمل انت 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 انا مستنيك الجمهور مستنيك، ده بيفرق مع اللعيب. فاعتقد ان كولر ذكي كفايه. هل كولر النهارده هيعتمد بس على انه يكسب، ولا بما اننا على ارضنا وسط جمهورنا في ملعبنا هنلعب كمان على ان احنا نقدم لعبه حلوه وماتش حلو؟ هو الماتشات دي مش بتاعه لعبه حلوه، الماتشات دي بتاع جون بتاع اتنين بتاع ثلاثه، لكن العب النهارده انا ممكن العب كره حلوه بعد ما اجيب جونين ثلاثه، لكن اعتقد ان هو انا النهارده عشان العب بشكل جمالي على حساب الفوز لا اعتقد. اعتقد ان الدوافع كمان بتفرق عند اللعيبه، يعني طبعا بالاضافه لان هي بطوله فانت كمان بتستعد لمواجهه نادي الزمالك في السوبر الافريقي، اعتقد ده من الدوافع المهمه طبعا بالنسبه لنا. ان شاء الله نتمنى ان يكون السوبر الافريقي مصري خالص ما بين الاهلي والزمالك ايا كان اللي يفوز فيهم. اعتقد ان الاهلي ما بيفكرش، الاهلي طول عمره عنده شخصيه البطل بيفكر في النهارده هعمل ايه، ما بيفكرش في لو خدت البطوله. اصل مش منطقي ان انت تفكر في السوبر الافريقي وانت عندك نهائي افريقيا. فاعتقد هو الحافز الاولاني الاهلي ان انا لعيبه كمان عندها دوافع، يعني امام عنده دافع وسام عنده دافع، يعني في دوافع كل لعيبه عندها دوافع. النهارده البطوله ال 12 ما فيش فريق في افريقيا حقق الرقم ده قبل كده، لو الاهلي ان شاء الله حقق الرقم ده بفارق سنين كتير جدا عن اللي بعده، يعني اللي واخد خمسه واللي واخد اربعه زي الزمالك زي الترجي. اعتقد ان ده يبقى رقم قياسي جديد للاهلي. هو طول عمر الاهلي من البطوله السته او البطوله السابعه محدش خلاص حصل وهو مكمل، فاعتقد ان ده دافع لوحده في حته ثانيه. لكن كل لعيبه على المستوى، كل لعيبه مستعده وان شاء الله البطوله اهلاويه. طبعا زي ما بقول لك هي كل السبل وكل الامور بتقول ان الاهلي يكسب النهارده. الاهلي ازاي بجد يعني عايزه اعرف الموضوع ده، ازاي الاداره للاهلي وعامه النادي الاهلي بيخلق عند اللعيبه بتاعته دايما طول الوقت حافز ان انا عايزه اكون دايما عندي بطوله جديده، عايزه اعمل رقم قياسي جديد، ابقى سابق كتير، بيعملوا ده ازاي؟ اللي منجح النادي الاهلي ان هو ما فيش عاطفه. يعني انت هتكسبني انت معايا، انت مش مركز انت مش معايا، مش انت انا هاخدك معايا عشان انا بحبك او انت الجمهور بيحبك، ما فيش الكلام ده في النادي الاهلي. وده اعتقد اللي فارق النادي الاهلي عن اي نادي تاني، ان الاهلي ما فيهوش عاطفه، الاهلي بيلعب على اللعيب اللي هيكسبه بيوفر له كل المقاومات. لكن اعتقد ان اللعيب نفسه برضه بقى عنده دافع، ان الجمهور السوشيال ميديا دلوقتي بقت مؤثره بشكل جامد، اللاعب حابب ان هو يظهر دايما، حابب ان هو يتشكر فيه دايما طبعا، فده بيفرق جدا طبعا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يحسم الامور من البدايه من اللحظات الاولى للقاء، فيفتح الملعب ونشوف بقى كمان نتيجه ومتعه كرويه. شكرا جزيلا ليك الاستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي باذاعه وان سبورت، شكرا ليك. شكرك يا فندم. مشاهدينا موجز لاهم واخر الانباء مع محمد، اتفضل يا محمد. شكرا بسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع. كما صرح متحدث الرئاسة بأنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. في السياق ذاته بحث الرئيسان السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم للمخابز. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمهما إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع. أكد مصدر رفيع المستوى على أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو عزل قطاع غزة عن العالم. وشدد المصدر رفيع المستوى على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني
مضيفا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. كما أشار المصدر رفيع المستوى إلى أن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها. كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية دائما مع إصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض. إلى ذلك رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، وذلك لحثها على الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليا أو جزئيا. هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر رحبت بقرار المحكمة بفرض تدابير لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان تحقيق النفاذ الكامل دون عوائق للمساعدات الإنسانية. كما رحبت مصر في بيان صادر عن الخارجية بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة والصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة. التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية كل من قطر والأردن والسعودية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضحت الخارجية أن اللقاء بحث التحركات الكفيلة بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة ونفاذ المساعدات بشكل كامل ودون عوائق وسبل الدفع بالمسار السياسي ودعم تنفيذ حل الدولتين. تأتي زيارة شكري ونظرائه العرب في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوقوع عدد من الشهداء فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وأكدت مصادر محلية انتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة. وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الاحتلال لشقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، وندد بشدة بجميع أعمال العنف ضدهم والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية. وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار صاغته سويسرا بأغلبية 14 صوتا مؤيدا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. وتم تبني مشروع القرار الذي لم يشر إلى أي صراعات محددة، وذلك بعد نحو 8 أشهر من الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا خلالها. أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية في وقت تواصل فيه روسيا هجومها على منطقة خاركيف. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تعلن إرسال كمية جديدة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن بلاده، مشيرا إلى أن هذه الحزمة البالغة قيمتها حوالي 275 مليون دولار تعد جزءا من جهود واشنطن لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف. كما تحتوي حزمة الأسلحة على قدرات هناك حاجة ماسة إليها. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس، عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة. كان الجيش الصيني قد أجرى تدريبات عسكرية اعتبرها عقابية حول تايوان، وذلك بهدف إظهار قوته والتصدي لأي تدخل أجنبي في المنطقة. رياضيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها 8 مساء على استاد القاهرة الدولي. واختتم الأهلي تدريباته على استاد القاهرة ضمن الاستعدادات للمباراة. وحرص المدير الفني مارسيل كولر على عقد اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية. كان الأهلي قد تعادل مع الترجي سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد حماد العقربي في رادس.
انتهى موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زمان واحنا صغيرين كانت حدوته قبل النوم دي حاجه مهمه جدا، دي كانت الوقت اللي احنا بنتجمع فيه مع مامتنا، تقعد معانا وتحكي لنا الحدوته، تعلمنا منها فضائل معينه، الصح والغلط، الاحترام، الاخلاق، ازاي احترم الكبير، الحاجات دي كلها كنا بنتعلمها من الحدوته اللي كانت بتحكي لنا قبل النوم. كانت مهمه بالنسبه لك وقتها كمان؟ مهم جدا. وقتها انت المفروض داخل على يعني تدخل في حاله من الاسترخاء قبل النوم، فبتسمع حدوته كده لطيفه فيها درس، فيها حكمه المفروض تتعلمها، فيها فضيله زي ما كانت بس انت بتتكلم، مهمه جدا. حتى بعد التطور اللي حصل في العالم كله من تكنولوجيا ورقمنه ووسائل تقنيه حديثه، لسه الحدوته والحكايه محافظه على رونقها مع الاطفال، محافظه على مكانتها كاداء جاذبه ومشجعه للطفل. كلام كتير عن الحدوته المصريه للاطفال وازاي قدرت انها تعلم اولادنا، تعلمنا طبعا ونعلم من خلالها اولادنا اسس التربيه الايجابيه الصحيحه. الاجابه دي هنعرفها دلوقتي من الحكواتيه حنان طاهر اللي منورانا. صباح الخير عليك. صباح هنا. يا اهلا بيكي. طبعا عايزين نتكلم في البدايه عن تاثير الحدوته على تربيه الطفل، هل ما زال تاثيرها حتى الان نفس تاثيرها زمان؟ هي الحدوته حدوته، حطيتها في مسلسل، حطيتها في فيلم، حطيتها حكيتها، هي حدوته. فهي احنا اللي بنقول the power of the story او قوه الحدوته، قوه الحدوته في تاثيرها على الانسان وازاي بتبقى معاه. وفي بقى دراسات كتيره قوي اتعملت على قد ايه ان الحدوته بتبقى مع الانسان مده اطول عن اي حاجه تانية بيستقبلها في حياته. فالحواديت بتاثر علينا، بتاثر على قراراتنا، بتاثر على اختياراتنا، بتاثر كمان في الاطفال على السلوك اللي هو بقى مهتم بيه كل اب وام. خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا، زي ما كان شاذلي بيقول وقتها مهم قوي، الحاله اللي كنا بنعيشها قبل الحدوته دي كانت مهمه جدا، البوند اللي بيحصل ما بين الطفل وامه، زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا كده، لما تاخد الطفل في حضنها وتقرا له من كتاب او هي تحكي الحدوته، الامبيانس ده كله كان مهم قوي بالنسبه للطفل. هل النهارده بيفرق ازاي الطفل بيستقبل الحدوته دي فان انا باهله للوقت ده ازاي، ولا في ساعات امهات اللي هو دلوقتي يلا امسكوا الموبايل مش مهم؟ يعني انت اكيد فاهمه الفرق ما بين زمان كان عامل ازاي ودلوقتي الموضوع بقى عامل ازاي. بصي انا بحب ابقى عمليه ورياليستيك، يعني حقيقيه. يعني الولاد هيمسكوا الموبايل والامهات بتضطر تدي الولاد الموبايل عشان كل حاجه، ماشي. اخر 10 دقايق في اليوم اللي هو حضرتك كنت بتتكلم عنها، اللي هو هاخده في السرير، هنخش في مود النوم، هعمل ريلاكسيشن وهنحكي حدوته ببساطه من غير ما كنا زي ما كنا بنتكلم نحط فيها قيم كتيره ونتقلها، بنثقل الحدوته ونحكيها. ده بيعمل كذا حاجه، اولا بيدخل زي ما حضرتك قلت الولاد في ريلاكسيشن، دي حاجه. مصدر امان، هو جنب ماما وبابا في السرير في هدوء، كل ده بيعد الولد ان خلاص في نوم، في حاله نوم وهدوء وهن خلاص يعني كده. فحدوته بقى تبقى معاه طول الليل بقى، حط في الحدوته اللي انتوا عايزينه بس من غير ما نبقى قاصدين قوي يعني. وخلاص احلى. طيب وقت. جميل جدا. احنا يعني بيبقى نفسنا نعلم الولاد كل حاجه صح وكل حاجه حلوه، ولما بنشوف عليهم بعض الحاجات السلبيه اللي بيعملوها بنبقى عايزين نوجههم، بس طبعا بنسمع من الخبراء زي حضرتك ان احنا ما نوجهش الاولاد بشكل مباشر. ما تدخلش مثلا لو لقيته وليكن بدا يكذب مثلا، اقول له لا والكذب لا، ما تدخلش الدخله المباشره دي، واحاول اغلفها له او احكيها له في قصه حدوته. عندنا مشاكل في ان احنا بيكون عندنا ايه قوه كده في كميه المعلومات اللي احنا بنديها له في وقت معين، المفروض ان انا بحكي له حاجه قصه في لحظه استرخاء هو داخل على النوم خلاص، فلازم ادي له حاجه بسيطه جدا عن هذه الفضيله، لكن ما تدخلش بكميه معلومات وقوه معلومات بتبين له ان انا قاصد ان انا اعلمه حاجه زي دي. وكنت بتكلم مع حضرتك قبل الهوا ان انا مثلا باجي مثلا احكي لبنتي وليكن قصه، فبقعد اقول لها كان في زمان بنوته صغيره كانت بتعمل، ولسه بقى هسترسل تقول انت قصدك عليا، فتخليني اسكت احاول تاني يوم اغير القصه واقول لها ايه.
كان في ولد زمان تقولي لا هو مش ولد على فكره، هو هي بنت وباباها اسمه محمد، في ايه بقى؟ المشكله عندي؟ لا هم بيقولوا نسب ادراكهم بقت 60 مره اكتر مننا. ده 100%. ده 100%. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا كمان ما غيرناش قوي في طريقه الحواديت بتاعتنا. عشان كده قلت لك مثلا الجأ لكتب، لانه طالما احنا يعني دلوقتي في كتب كتير هنا يبقى نلجأ لكتب. لان في كتب جديده دلوقتي بتتعامل مع المواضيع دي بذكاء، يعني بنلمس في الحاجه بس من غير ما ايه من نعملها. كمان كنت عايزه اقول ان الاطفال عامه بتوع الجيل، يعني الاجيال دي جد السنين دي بقوا اذكياء جدا، وبقوا ضد جدا الحاجات المباشره، النصايح المباشره اللي اعمل سوي اطلع كده. صح. بتيجي الحدوته هنا تخدمنا في ايه؟ اولا انا بحطه في سيتنج، يعني مكان وزمان غير اللي احنا موجودين فيه، بابطال غير اللي احنا نعرفه. والبطل عامه للاطفال بيبقى هو ده الرول موديل. فلما اجي اقول له انه ولد، بس هو انا يعني ولد زيك، اللي هو انت، اللي هو انا عايزاك تعمل كذا، خلاص ده برضه هيعتمد على السن. يعني 5 سنين هقدر ادخل حيوان بطل، اكبر من كده مش هينفع. من الحتت بقى المهمه جدا اللي انا ابقى فاهماها سن الطفل ايه واحكي له ايه. لانه مش كل القصص تنفع. فهمينا بقى يا دكتور من امتى لامتى اصلا دكتور. الحدوته تبتدي من امتى؟ لا الحدوته انا زي ما قلت لك من البيبي، من لما زي ما كنا بنتكلم على الهواء قبل الهواء، البيبي من في بطن ماما بنحكي حواديت عادي خالص. مش هيفهمها بس ودنه هتاخد على تون صوتك، على طريقتك، على خلاص بيخش في الالفه. بص هو كل حاجه في التربيه ليها علاقه بالتعود، ان انا بعود ابني او بنتي على ده، فانا هعوده على حدوته. طب الشهور للسنه دي احكي له ايه؟ شهور للسنه بتجيبي له الكتب اللي هي بتبقى قماش، بتسيبيه يلعب فيها زي ما هو عايز، يقطعها اتس اوكي كل حاجه. احكي حواديت اللي هي سيمبل، اللي هي ايه، سطر كده خلاص، واغير في صوتي بقى واغني. يعني السن الصغير ده خالص حاجتين بتنفع معاه، الغنى والتاتشنج، لمس. ليه بقى؟ اللي هو الطريقه بتاعت اهالينا، اللي هو نام والشاطر عمرو، وكان في واحده ست عندها 12 بنت، والمسه، ومثلا لو في مثلا حد بيجري اقعد اعمل حركه جري على جسمه. السن الصغير ده الطريقه اللي بتنفع معاه، غنى انه ودنه بتاخد على ده. تمام. وابتدي المسه. الاكبر شويه لو هنخش مثلا من 3 لـ5، دول بقى بينفع معاهم برضو الحاجات المنغمه والتكرار، نقعد نكرر، وهتلاقوا السن ده بيسال كتير وتكرر. كنت لسه هقول لك نكرر ازاي. فنقعد نكرر الكلمه تتكرر تاني، وبرضو قصه صغنططه، مش هنجيب السن الصغير. حلو. مدتها قد ايه قصه مثلا؟ دقيقه؟ دقيقتين؟ دقيقه. طيب دقيقه بس انت هتلعب فيها بقى، يعني غير في صوتك، غني، هادي اكتر من دور في القصه. طيب عايزين نغتنم وجود حضرتك كحكواتيه كده، وتقولي لنا على فضيله معينه، وتحكي لنا حدوته قبل النوم مثلا. حلو. يعني ازاي نقدر نوظف الحدوته عشان تخدم الفضيله من غير ما تكون بشكل مباشر؟ طيب خليني، بما ان احنا عايزين سن زغنطوط شويه، طبعا الفضائل كتيره جدا والقصص كتيره جدا 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 جدا، بس انا يعني مثلا الحاجة اللي جاية في بالي دلوقتي حدوتة كان والدي بيحكيها لي وأنا صغيرة، وهي كانت بتعلم عدم الطمع. يعني الواحد يبقى راضي بما قسمه قبل ما تكملي. شوفي تأثير الحدوتة باقي معاكي من إمتى؟ طبعا حدوتة قبل ما أنا ببصم على حدوتة قبل. فهي الحدوتة مش عارفة تعرفوها ولا لا، بس هي يعني هي في التراث المصري اسمها عم مرزوق والسلطانية. فهو عم مرزوق كان راجل على قد الحال، عايش مع مراته، كان ليه اخ غني غني جدا اسمه قاسم. بس قاسم ما كانش مهتم باخوه ولا بيساعده ولا اي حاجه. ونحكيها بنفس طريقتك كده ولا يكون في اداء؟ ممكن تحط اداء، ممكن تلعب صوت بصوت، بس هي الحدوته دي مش هتتطلب اداء كبير. او هيتطلب اداء لما نخش مثلا، لان الحدوته مثلا فيها حته بتغرق المركب.
فغرق وبكش عارف ياخد نفسه وكان تعبان جدا، واول ما وصل للبتاع عايش الطفل الحاله. همثل. هو الحكي فيه جزء تمثيل. تمام. لان انت كل يعني هقول لك ايه، خليني اشرح لكم الموضوع ده ببساطه. دلوقتي انا وانا بحكي لك حدوته غير لما اتفرج عليها في التلفزيون. لما بحكي لك حدوته انت خيالك، انت بتغمض كده وبتبني الحدوته بمكانها، باشكالها، بجوها، بصوت الشخص، بطريقته في المشي، بلابس ايه، كل ده في خيالك. وانا عندي دايما تمرين كده بعمله مع الناس اللي بتتدرب معايا، بخليهم يغمضوا عينيهم واحكي لهم سين كده صغير واقول لهم شوفوا ايه. عمري ما اتنين قالوا لي نفس الحاجه شافوها. ابدا. لان كل واحد فينا بيشوف بعين خياله وبعين تجربته. فهم مختلفين جدا، احنا مختلفين عن بعض. فالخيال ده اللي انت بتبنيه وبتقعد تتخيل وتشوف ايه، لما انت بقى لما احنا بنقعد بقى نحط اداء زياده، نغير في صوتنا، نعمل الاحساس، نطلع الاحساس، ده بيخلي التجربه بتاعت الحكي. ودي بقى الحاجه اللي تفرق. ان الحكي اساسا تجربه، اكسبيرينس بنخش فيها مع بعض. لما بحكي انتوا بتخشوا معايا في التجربه دي. فهو ده اللي بيخلق تجربه الحكي. احنا شايفين مع حضرتك قصص دلوقتي، كلمينا عنها، ايه دي؟ سن قد ايه؟ دي قصص فيها قيم حلوه جدا. فعندنا مثلا كوكا الفروكه دي بتتكلم عن البيئه. عندنا البطله بتاعتها كابوريايه صغنطاطه قد كده، بس هي قررت تنقذ البيئه وتلم كل القمامه من بتاع. ودي من سن كبير، من 6 مثلا لفوق. عندنا دي من التراث المصري اسمها ضربه ب7، ودي كان جمعها اورجانيزيشن اسمها مكوك من التراث المصري. دي حلوه جدا جدا. هي طبعا القيمه اللي بتقدمها ايه؟ بصي، هي بتتكلم على انه ازاي الواحد ممكن ان هو يخدع الناس بطرق بذكاء. يعني ممكن يعني هي عايز تقول ايه، ان انت بذكائك، الذكاء ده ممكن يا تخدع الناس يا اما تستفيد بذكائك في الخير او تساعد الناس. فهي اداه، يعني سلاح ذو حدين، فانت يا تستخدمها كويس تستخدمها وحش. فهو هي حب بتتكلم عن ازاي ان احنا ممكن نبقى مختلفين بس نتفق علشان احنا بيننا حاجات كويسه ومش لازم نبقى ضد بعض. فهم المفروض فار وقطه واسد ونمر وكده، ازاي ان كلهم اتفقوا مع بعض في الاخر وان هي بقت عمليات حب يعني جمعاهم. مش شرط ان احنا عشان مختلفين ما نحبش بعض. يعني مملكه الاناتيخ قصه للفن، انا بحبها. هي الكساله بقى مضحكه جدا. ودي بقى من الحاجات اللي انا عايزه اقولها، مش لازم الحواديت كلها تبقى فيها رساله. هي الحكي حاله يعني ممكن يبقى من المتعه، لان احنا بنستمتع واحنا بنحكي. فدي حدوته فني جدا يعني، فيها حاجات مهمه وكل حاجه، بس تجربتها وكلامها مضحك جدا جدا. تمام. واخر حاجه هنا وشفا، حدوته عن اختين كانوا طباخين الاثنين بيساعدوا بعض، بس كل واحده ليها طريقتها، فاختلفوا وكل واحد فتح مطعم لوحده، فبقوا الاثنين وحشين عشان ما بيكملوش بعض، فرجعوا كملوا بعض فتحوا مطعم. ده اي بزنس، اي اثنين بيفتحوا بزنس مع بعض، صح؟ بالظبط. حلوه قوي، حلوه قوي الافكار دي، يعني حلوه قوي القيم كمان. بقول لكم في قصص حلوه قوي. طيب مين اقرب لانه يكون حكواتي شاطر، الاب ولا الام؟ سؤال صعب قوي. اعتقد حسب الشخصيه. لا انا اعتقد الام. يعني انا والدي كان بيحكي لي حواديت، مش مامي. طب انت يا شاذلي، انت مذيع يعني. انا بشيل المسؤوليه من علينا بس دلوقتي. انا بحس انتوا بتعملوا كده. لا مش عارفه، بحس ان انا بحس ان خياله اوسع وبيستمتع بالحكي، بيستمتع انه يسمع حواديت. مهم باله رايق. لا خالص. فعلا؟ لا خالص، انا صدقني مش رايق خالص. موضوع مش لا، بحس ان البني ادم اللي بيستوعب او بيحب يسمع حواديت بيعرف او بيحب يحكي حواديت برضه. بحس انه بتفرق بقى، زي ما هي قالت بقى، مش شرط راجل او ست او ام او اب، اللي بيحب يعمل ده.
لان بتفرق قوي على فكره الحاجه لما بتحبها بتطلع بتطلع صادقه وبتطلع وبتوصل الولاد، وزي ما قلت لك الولاد سنسر بتاعهم عالي جدا طبعا. بيحسوا بالحد الصادق، بيحسوا بالحد اللي بيعملها واجب، بيحسوا قوي يعني. طيب انا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا، تدينا نصايح لاي ام بتتفرج علينا دلوقتي تقول لك تو ليت، انا ابني مثلا عنده 7-8 سنين او بنتي عندها 6 سنين وعلى طول ماسكين الموبايل، لان للاسف ابتدينا ندرك مشاكل الموبايل دلوقتي، يعني عارفين انه ما كانش ينفع ندي ولادنا موبايلات قبل سن 12 سنه. فاعمل ايه انا النهارده لو ابني او بنتي ماسكين الموبايل مش عايزين اصلا يسمعوني هايبر طول الوقت قبل النوم بيفركوا كتير، ببقى انا كمان تعبانه من الشغل، اعمل ايه عشان ارجع الحدوته تاني؟ بجد دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعمل بوند ما بين ام وولادها جدا، او اي يعني او العيله عامه. فيعملوا ايه الامهات عشان يسحبوا الحته دي منهم تاني الموبايلات، ويدخلوا حاجه تانيه زي الحكايه او الحدوته، فبالتالي يدخلوا بقى القيم اللي تناسبنا، تناسب العيله، تناسب الاسره، نعمل ايه؟ بصي طالما السن كبر شويه هنحتاج نعمل مجهود سنه شوية. يعني بصي هو التربيه عايزه صبر خلاص، فانا الولد كبر وانا ما عودتوش على ده وهو صغير، هعمل ايه؟ هصبر شويه، مره مش هترضى، مره هترضى هتقعد وامرها اللي خلي بالك ان انت كمان كأم الفتره اللي بتقعدي جنبها وتحكي لها او تحكي له دي هي هتستمتع بيها. بس طبعا عشان هي اتعودت ان هي بتتعرض لمؤثرات اعلى بكتير الموضوع هياخد مجهود اكتر شويه، بس هيحصل. طيب انت لازم تبقى شاطر ولازم تتفوق في دراستك ولازم 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 تطلع دكتور، لازم تطلع ضابط، لازم تطلع مهندس، لازم تبقى زي ابن عمك والمقارنات اللي دايما بنسمعها دي، ازاي ممكن الحدوته تكون عامل مؤثر في ان انا اشجعه على التفوق في دراسته من غير برضه الرساله المباشره دي؟ هي الشطاره في حاجتين، في الحدوته نفسها ان هي تبقى حدوته بتقول ده من غير ما تظهره. هي لازم قبل النوم؟ لا خالص، يعني ممكن حدوته في اي وقت. اي وقت اي وقت هي حدوته قبل النوم. احنا بنقول ليه؟ لان خلاص احنا بنبقى في مود السكون، وهي فيها حته اللي هي قالت عليها دي البوندنج والكواليتي تايم اللي ما بيني وما بين ابني. وبعدين انا بالنسبه لي كمان بتعمل حاجه مهمه جدا، بعود الولد على انه يقرا، لانه اول ما يكبر بقى ويبقى 6-7 سنين هنبتدي نسويتش ان هو يبتدي يقرا لوحده، مش لازم انا اللي احكي له. فخلاص انا كمان بعد اطفال ان هم يبقوا قراء، دي حاجه مهمه جدا. هل ده معناه ان انا وانا بحكي له الحكايه لازم اكون ماسك قصه في ايدي؟ لا خالص. بس بطبيعه الحال هتلاقي ما نفسك مره مسكت كتاب، مره حكيت بنفسي، مره جبت قصه كنت بسمعها من جدي وجدتي، ودي الحاجات اللي انا بحبها. بس عجبني قوي موضوع اللي حضرتك حكيتيه، انه مثلا لازم امثل لابني او بنتي الطريقه انه لو بيجري السن الصغير ده. واعتقد لو كبير كمان، لانه انا بحس ان دي احلى حاجه في الحدوته التاني، فكره الاحتواء ما بين الام واولادها. النهارده عايزه اعرف امتى الام تقف عن حكايه الحدوته لاولادها؟ يعني في بعض الابناء ممكن يكونوا مرتبطين جدا بالفتره دي، بفتره قبل النوم، فبتكمل بقى معاهم بقى بنهرج بقى 12 سنه دلوقتي. فامتى الام خلاص توقف بقى فكره انا احكي حدوته، ولا السن مفتوح؟ دي بصي دي بترجع للام والطفل يعني انا ما اعتقدش انه يقعد 12 سنه يسمح، يعني انا اشك، لان 12 سنه دي اساسا دلوقتي سن المراهقه بنبتدي من 8 و9، فما اعتقدش يقعد 12 سنه يسمع. بس هو اللي يحكي لنا حدوته بقى. حلوه بقى الفكره اللي انت قلتها دي، في ايه؟ لو عندي طفل اصغر، يعني لو عندي طفلين، واحد كبر والتاني ممكن والله كويس، طب ما تحكي لاخوك. انا استثمرت فيه ورايح واخلع انا بقى من المشهد. لا انت هتبقى قاعد. هو عايز يشوف هريح نفسي ازاي من الموضوع. لا خالص بالعكس. انت بس هي برضو احنا لازم محتاجين نبقى موجودين ليه؟ عشان البوندنج برضو. ما انت عملت بوندنج مع الاولاني، مش هنعمل بوندنج مع الثاني، يعني مش هنقول الاثنين. طبعا كل الشكر لحضرتك، شرفتينا ونورتينا استاذه حنان طارق. سعيده كنت معاكي، شكرا ليكي. هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده ونكمل اخر فقره معانا في الحلقه، فخليكم معانا. مجموعة من العلماء في المملكة المتحدة اكتشفوا كوكب في حجم كوكب الأرض بيقع على بعد 40 سنة ضوئية. العلماء أكدوا احتمالية
ان الكوكب ده من الممكن يكون صالح وامن للحياه، يعني يا دوب يا بس انت بتبتدي تجهز نفسنا. صح، هم فقدوا الامل خلاص في الارض، نبتدي نستعد عشان نطلع لهناك. يعني يا دوب ايه حكايه الموضوع ده؟ طيب وقصه الاكتشاف الغريب ده ابتدى منين؟ خلونا نعرف تفاصيل من الدكتور خالد يوسف، وكيل كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على مصر كلها. اهلا بيك يا فندم. يعني كلمنا عن الكوكب المكتشف حديثا، يعني بعيد عننا ب 40 سنه ضوئيه، معنى الكلام ده ايه واكتشفوه ازاي؟ خلينا اقول جلاسي 12 بي اللي هو الكوكب المكتشف حديثا هو كوكب في مجره، دايما احنا المجره دي بنسميها باسكت فيش، المجره دي فيها مجموعه من النجوم. يمكن احنا بنبص في السماء بنشوف نجوم، بس حوالين النجوم في كويكبات او كواكب بتدور حول نجوم بنفس الطريقه اللي بتدور بها كواكب حوالين الشمس في المجره بتاعتنا. فالارض هو كوكب يدور حول الشمس، فمن ضمن هذه النجوم نجم اسمه جلاسي، وهذا النجم حواليه كوكب سمي بجلاسي 12 بي. هو ده الكوكب اللي خد خصائص تشبه خصائص الارض، وبالتالي توقع العلماء انها بتسمح بالحياه عليها. خليني برضه اقول يعني ايه الحياه على كوكب او هابيتابل بلانيت، اللي هو كوكب ينفع نعيش عليه او يصح ان احنا نعيش عليه، هو معناها ان كوكب فيه ظروف تلائم الحياه. والحياه دي سواء كانت حياه البشر او حياه الكائنات الحيويه بصفه عامه، زي المناخ، الاتموسفير، الغلاف الجوي، درجه الحراره، وجود الماء في شكل طبعا مهم جدا عليه، يعني في اشياء كثيره، في مقومات الحياه، مقومات الحياه بالظبط كده على سطح الكوكب. تمام. طب معناه انه بيبعد 40 سنه ضوئيه عن كوكب الارض؟ اولا احنا بنقيس في الفضاء المسافات بنقيسها بوحده اسمها وحده السنه الضوئيه، لانه طبعا احنا لما بنمشي على الارض بنمشي بالكيلومتر او بالمتر، بنمشي في الكون بتاعنا القريب بنمشي برضه بالكيلومتر. فلما قلنا احنا مثلا حطينا تلسكوب بتاع جيمس ويب اللي اطلقته ناسا على بعد 1.5 مليون كيلومتر من سطح الارض، معناها ان احنا ملايين الكيلومترات تعتبر بالنسبه للكون رقم قليل قوي. لكن لما بنبص على المسافات البعيده هنبص نلاقي ان احنا يصعب ان احنا نحسبها بالكيلومترات، بنحسبها بوحده جديده اسمها وحده معروفه مش جديده، هي معروفه اسمها السنه الضوئيه. السنه الضوئيه معناها الوقت اللي بيفضل الضوء ماشي فيه لمده سنه. معنى كده ان الضوء ساب الكوكب ده اللي احنا بنشوفه النهارده ده سابه من 40 سنه فاتت. فمعنى كده احنا بنشوف طيب. الكوكب ده على حالته 40 سنه في الماضي. طيب دكتور انا عايزه اسال حضرتك سؤال، احنا عشان نقول انه الكوكب ده قابل للحياه او صالح للحياه، انه احنا جربنا انه عليه ميه صالحه للشرب مثلا، عليه هل في انهار، هل درجه الحراره نفس درجه حراره كوكب الارض، يعني قررنا ازاي او العلماء قرروا ازاي انه قابل للحياه؟ هي طبعا لما نيجي نشوف كلمه قابليته للحياه في بعض المؤشرات زي ما وضحت كده في بدايه المداخله انه محتاجين نشوفها. فلما نلاقي مثلا درجه الحراره المتوقعه او اللي احنا بنشوفها على سطح الكوكب انها في متوسط 40 درجه، 40 درجه معناها في المتوسط اللي يسمح بالحياه. طبعا ده اعلى من متوسط درجه حراره الارض، درجه حراره الارض متوسطها 15 ل 17 درجه مئويه. فلما بنبص لمتوسط درجه الحراره على سطح هذا الكوكب 40 درجه مئويه، معناها انه الميه هتفضل في الحاله السائله بتاعتها، معناها انه محتمل وجود غلاف جوي، ده لسه في الدراسه. الغلاف الجوي ده فيه جازز بتسمح بالحياه. احنا بنعيش على الارض محتاجين اكسجين مثلا، محتاجين ثاني اكسيد كربون حتى لو بيعمل لنا شويه احتباس، بس الزياده منه مش كويسه. محتاجين نيتروجين، في غازات مكونه للغلاف الجوي هناك، في اكسجين وكربون دايكسيد ونيتروجين في. ماشي، شكرا ليك دكتور خالد يوسف، وكيل كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء جامعه بني سويف. طمني بس انت، في ميه ودرجه حراره كويسه وفي اكسجين وكل حاجه. 40 سنه سنه ضوئيه، مش سنه يعني مش السنين بتاعتنا يعني. طيب على كل، ان احنا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.